دقيقة دقيقة غادي نتسناو واحد الدقيقة ونبداو اللايف عاوتاني بين ما الشباب يتجمعوا على حقيتاش تقطع اللايف. شوف اخي والله الا الشباب باقي يتجمعوا بالزربة صح الحمد لله دقيقة كافية انا والله الا اخي لا تا مصطفي مشى اللايف فهمتي ديك اللعبة ديال شي بجهة اخرى ما اللايف ديال السيهم مبني على الصح مبني على الصح اخي راه اخي حنا بانين واحد الكوميونيتي ديال والله يا اخي الا شفت نحس هادو ماشي فان فولوور كذا ديك اللعبه ديال الغيره ديال اجي تجيب امك ما خرج نسب وتستافد ودير شي حاجه وكذا علاش كنفرح اخي شنو كيفرحني انا الكوكايين ديالي هو ديك خويا شوف شنو درت متفقين عرفتي كتعجبني ديالك كتحمقني خويا شوف شنو درت انا درت هادي صوفيت هادي عقلت اخي سطوف ملي مشيت معنا لذاك لي فيرمون اللي درنا في كادير والله اخي الا البكيه والله الا البكيه انا وصلوني لي زيكو ديالو 51 واحد ما كاينش شي واحد اللي ما قالش خلي الطرف ديالي كي كانت وما يتفرج في الفيديو ديال السينما لايف ها شنو وقع شنو وقع بفضل بفضل الفيديو ديالو فضل الله سبحانه وتعالى لا والجد ديالو والله خير دوك الناس بدلوا الجد ولكن يتشوف يرخي نقول لك واحد القضيه السيمو اللي دارها مزيانه سي كو الناس الاغلبيه تيقول لك عطيني هذيك الفورمول السحريه اللي غادي نديرها وغيركب كلشي طق طق وغيركب كلشي شوف اخي غيسان هو شنو جا قال لك طريقه سحريه ما كايناش شي حاجه سميتها طريقه سحريه ما كايناش ولكن كاينه طريق عاديه وها هي وتبعها وما كاينش ديك غيت اصبر وما كاينش غيت ريتش كويك هادشي اللي دير الفلوس بالسربه هي السحريه هادشي هي اللي انا فهمتي اش مرضني تقول خويا السيم واش كاين شي طريقه ندير بها الفلوس بالسربه ماك زربان اخويا متفقين حنا راه باقي انت معمر معانا هنا في الحياه حتى تعيا متفقين خدم اجي نقطعوا الدرات التعليقات كلشي رجع تبارك الله عليكم اجي اخي رضا نبدا معك اخي رضا مان الاول تون اوف كومنتينغ نبدا اخي رضا معك مان قول لي اخي رضا فين تزاديتي قلت لك انا تزاديت في الدار البيضاء في المعارف دونك مي هذيك الفتره ديال الدار البيضاء ما عقلتش عليها باسكو الوالدين كانوا انتقلوا بحكم العمل ديال الوالد لمدينه سلا وتما كانت جداتي الله يرحمها دونك انا عاقل على راسي في مدينه سلا من ديما تبدا الباركور ديالي ديال من مور الليسي الوالد شنو كان خدام الوالد كان موظف تجاري في شركه ديال الكونسيسيونير ديال الطوموبيلات مزيان في مدينه سلا الوالده كانت معلمه ديال السلك الابتدائي مزيان كتقري تحضيري ثاني كانت كتقري الخامس الرابع الخامس اللغه الفرنسيه مزيان من بعد انت ندوز للدراسه ديالك شنو في قريتي الابتدائي الاعدادي الثانوي انا قريت الابتدائي في المؤسسات بون انتقلت بزاف كنت في واحد المؤسسه سميتها محمد بن عبد الله انتقلت لمؤسسه سميتها الامانه في سلا راه معروفه ومن بعد الاعدادي قريته في اعداديه السماره في حي كريمه في سلا والسلك الثانوي ديالي دوزتو في ثانويه بنو خطيب في سلا هي فين شديتي الباك هي فين خديت الباك شحال خير هذا باش شديتي الباك شديتو ب 14 شي 27 واقيلا ما رجعتش طليت عليه هذا ما خاصش يدوز معنا والله الصراحه شوف هذاك الفرق ضرب هاد النقط منين جا شوف قال لنا هاد الويده ديالك ونقول لك واحد القضيه هذيك ربعه النقاط هي اللي طولات لي الباركور من مور الباك باش ندوز نكتشف بزاف د الحوايج حيت كون جبت 10 كنت غنربح واحد 5 سنين مور داك دابا الدراري جبد اللايفات عندنا كيشجعوا على انك تجيب 10 في الباكالوريا دارت تجيب لي ياخذوا شي واحد يجمعهم ويمشي حتى من با يقول له با تجيب لك 10 شوف عرفتي علاش حيت مني كاين عاوتاني واحد الجانب اللي نسميوه سيلبي فاش كتكون كونسونطري على القرايه وانك حداها ما كدير والو اييه مدرسه الحياه ما كتاخذ منها حتى حاجه وهذيك نقطه دونك انا مدرسه الحياه كان خصني نكتشفها من بعد هذا هو اللي قلت لك انا جبت فيه شويه الروطا ماشي مشكله خير هذا شحال دابا في السن كان خاصني 30 سنه تبارك الله ومن ورا خي شديتي البكالوريا شنو مشيتي درت المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير في طنجه لو ان سي جي في طنجه وانا فاش خديت الباك كانوا عندي بزاف ديال لي شوا هادشي علاش فاش كنبغيو نهضروا مع الناس اللي كيتسنتوا لينا كنقول لهم
ديما كاين الهدف، كاين واحد الموتيفاسيون عندك باش توصل لواحد التارغيت انت كتقلب عليه. هذاك التارغيت اللي ما كنتيش عارفه، ما عارف شنو هو الهدف اللي باغي توصل ليه، كتولي انت غير نتيجه ديال بزاف ديال الظروف كيتلاقاو في حياتك، وانت وكيخرج عليهم ديال ديك العشوائيه، ديال العشوائيه اللي كاينه لداخل. بحال دابا انا قلتها داك النهار فاش كنا كنهضروا، انا في الكوليج فاش عطاونا ورقه ديال التوجيه كنت انا واخد قرار وقيل شي 8 شهور قبل انني غندير شعبه الاقتصاد والتسيير. انا والله ما كنت عارف شنو هي الاقتصاد والتسيير، انا بان لي عمر الفلوس فداك العلوم التجريبيه بنت مو بان لي كاين الفلوس في الاقتصاد والتسيير، هادو كيهضروا على البنكا كيهضروا على الفلوس، انا غندير هاد. شنو درتي في ديك الورقه ديال التسيير؟ عمرتي فدوك لي شواب ثلاثه كيعطيونا ثلاثه ديال لي شواب، ثلاثه عمرت فيهم الاقتصاد والتسيير. يعني ديك اللعبه ديال بلا ما تحاولوا تحطوني في بلاصه الماتش من الاول. مزيان اخي مزيان، ولكن تلقى التاسعه جات بشي نقطه مزيان، التاسعه جات بشي 15 مزيان بطبيعه الحال اخي. دونك راه عمرهم ثلاثه غادي تاخذ الشعبه اللي بغيتي. ماتنو مني طلعت، مني خديت الباك كان عندي الاختيارات، تقبلت في يونيفرسيتي في فرنسا صوفيا مونتي بوليس، تقبلت في لان سي جي طنجه لو ان سي جي 16. علاش ما جيتيش تقرا في فرنسا؟ خي نقول لك اللي حكم في هذا الشيء هو كانت اول حاجه الظروف ديال الماديه ديال الاسره، حيت واحد لقيتها هذيك الشركه اللي كان خدام فيها الوالد سدات دارت فايت هو ايه، وهو بصراحه ما عرفتش انا الظروف ديالها شنو هي بالضبط. سدات وانا باقي ديك الساعه صغير، دونك صعيب عليا نفهم شنو طاري. انا غير واحد النهار انا باقي كنعقل على الوالد، جا لعندي ويقول لي كنتي كتقرا في البريفي، كنتي كتقرا في البريفي ملي كنتي في البريمير، كنتي كتقرا في البريفي. هو يقول لي ولدي الظروف تبدلات، يعني انا ما فهمتش هذيك الظروف تبدلات، ولكن عشتها من بعد، عشتها مزيان هذيك الظروف تبدلات. ولكن ديك الساعه هذيك الظروف تبدلات كنت كنشوف فيها غير النص الخاوي ديال الكاس. شنو هو النص الخاوي ديال الكاس؟ علاش الدري اللي تيقرا معايا عنده بلاي ستيشن وانا لا؟ الوغ كو انا كنت عايش في واحد لي زيبيزود كانت فيها بلاي ستيشن ساهله، ولكن علاش دابا ما بقاتش عندي؟ علاش فلان غادي يدير هادي وانا ما عنديش؟ وليت كنشوف غير نص الخاوي ديال الكاس. واحد الوقيته وانا نقول عرفتي شنو فاش غادي نطلع، علاش غنمشي لفرنسا وهي غادي غتكلف الوالدين بزاف ديال المصاريف، انا غنمشي نكتشف عالم جديد ما فاهموش. دونك حيدت هذيك لوبسيون كاريمون، كان ان شوا. هنا عاوتاني غتوقع واحد المصادفه اللي غتخليني نمشي لطنجه ومدينه طنجه. هنا فين قلت لك علاش الباك ديك الربعه النقاط كتلعب، تلاقيت مع واحد ولد الخاله وسيم الله يذكره بخير، قال لي انت عندك 16 وعندك طنجه، الا قلتي لي بغيتي غير تقرا وتخرج موظف زعما يكونوك باش تدخل سوق الشغل ويصاوبوك ويقادوك باش تخدم عند واحد اخر، سير 16. بغيتي تكتشف الدنيا وتكتشف الحياه وانت كتقرا وتشالنجي راسك وهذا، سير طنجه، حيت طنجه غتخرج حداك واحد الطريق عوجه، كاين الطريق ديال القرايه وكاين الطريق عوجه فيها الملاهي وداك الشيء كامل اللي كتعرف. قال لي لا هذيك الطريق جراتك سكو الوالدين ديالك فشلوا في الامتحان ديالهم ما دونك التربيه ديالهم وداك الشيء راه ما صدقش لا وفات حتى جايه فيها شويه وفيها واحد لابارتي الوالدين وفيها واحد باش ما يمشيش شي واحد دابا نرفد جا ويقول لهم ها انتوما. ولكن الا نجحتي في ذاك الامتحان وهذيك الطريق ما جراتكش سيكو نتايا مبني على الصح وعند الوالدين، وانت كانسان ما بعدتيش على الهدف ديالك وخديت هذاك التشالنج ومشيت لطنجه. زعما ما كان عندي حتى شي شحال خير من انسانك جلستي تقرا في لوين ربع سنين ونقول لك ربع سنين ما كانتش سهله، ربع سنين باش نقول لك زعما الوضعيه ديالي كي كانت. نهار مشيت لطنجه قالوا لي كانوا بالدار تيصيفطوا لي 700 درهم حتى 900 درهم في الشهر. مزيان اخويا ما كان عندي لا كارتي يونيفرسيتير لا حي جامعي لا والو، كنت كاري مع الدراري مع واحد ثلاثه جوج ديال الاخوان، وكانت هذيك 700 درهم 350 درهم كتمشي كره. علاش 350 درهم في 3 هي شحال؟ 1000 دونك اجي نعاود لك دابا انا بغيت نملي عقلي وانا عقلي طافي. دابا اجي نعاود لك هذيك 1100 اش غتكري بها في طنجه؟
كنا كارين واحد البيت في السطح في واحد الحومه سميتها الخربه. شوف دابا انا دابا انا اللي كيقارني بالمغرب واش هاد الحومه رسميه سميتها الخربه؟ سميتها انت كتصاحبي كتطلع فيه كتقول لي حومه الخربه صاحبي ميرقو ميسميوها صاحبي. انا كنت ساكن تما في السطح. شوف الشتا كتدخل عندك البرد كيدخل عندك ما سداري الخشب ما عنديش كاينه بونجا اربع سنين ولكن كتقول شوف بهذا الشيء بهذه الظروف هذه عندي ميسيون خاصها تسالي سميتها نقرا وهذاك الشيء اللي قال لي هذاك خونا نهار الاول خصني نكتشف الدنيا اش طاري فيها. دونك تما مشيت كنت بنيت واحد لو سيركل ديال الاصدقاء ديالي اللي تم زعما من احسن لي زيكسبيريونس اللي دوزت في حياتي اللي ما كانوش كيشوفوك الماده ديالك شنو فيها ايتترا ولكن كيقول لك شوف خصنا نعيشوا هذاك الشيء اللي كيبان في الافلام ديال الامريكان فاش كيبداو يعاودوا على الهاي سكول وهذوك الالعاب هذاك الشيء خصنا نعيشوا. دونك عشناه عشناه بلينمون اللهم بارك وفهمنا وزعما لادوليسونس ما نتسناوهاش حتى تنكبروا دازت دازت هذيك ربع سنين صافي. دونك دازت هذيك ربع سنين خرجت غادي نقلب على خصني ندخل سوق الشغل. شنو تيسميو ربع سنين؟ لقيت انا عارف غير 3 سنين ليسونس و لا كان واحد النظام قبل فيه ربع سنين كيتسمى كادر ديريجون. كادر ديريجون 90% غتخرج تخدم في بنك 90% انت مصايب ومركبينك وقراوك ربع سنين باش تخرج للبنك ديريكت. 90% ديال الناس اللي كانوا كياخذوا داك الدبلوم توجهوا هو البنك شارجي كليونتيل من الديبار. دونك انا فاش خرجت انا عاود لك من مورا هذيك من مورا هذاك الدبلوم راه غنكون دفعت واقيلا شي 186,000 سيف تيجاوبوني جوج واحد فرستراسيون طوطال اوه علاش خي مزيان بعدا انت راه مشيتي درتي المحاوله مشيت قلبت على واحد لاباز عند واحد السيد فيها شي ما عرفت شحال ديال لي زيميل الشركات وكنتكى عليهم. هذا شي 9 شهور ما كاينش الجواب وانا نقول بلاتي واقيلا كاين شي مشكل في الطريقه اللي كندير. نفس السيفي تندفعو ل 86,000 شركه البارح دوينا على دوزت شي جوج ديال لي زونتروتيان. داك لونتروتيان ديال السلام خويا بريزونتيفو داك الشيء كامل ديال لونتروتيان كلاسيك اش كدير كتعاود ليه السيفي بقيت جالس وانا نقول شوف غنبدل الطريقه هذه خصني ندير شي طريقه وحده اخرى. جلست كنتشاور مع واحد مع بعض الاصدقاء كانوا معايا وهذه اللي كنرجع لك كنقول لك كيفاش كتجيري المواقف الصعبه فاش كطيح في موقف صعب كيفاش كتجيري. انا كنت كنجيري بالمشاوره تمشي تجلس مع الناس وتقول لهم هاد الاشكال غير تقول كان مشاورات شنو هو باش هاد اللي كول ديالك بيان سور بيان ديما كان كنتي تقدر تاخذ لو شويه شي تقرا في فرنسا وتورك على العائله ديالك نفسيه ونفسيه وراسي وهذا. دونك المشاوره ضروريه سورتو في كيفاش تجيري السوكسي وكيفاش تجيري الوقت الخايب. اما خابه من استشعار اما في الطلوع في الطلوع ولا في الهبوط راك طالع ولا هابط ولكن فاش توصل للسوكسي ولا فاش توصل للحضيض كيفاش غتجيري هذيك السيتوياسيون هي اللي صعيبه. وهذيك انا شنو قلت وسيرتو الحضيض مازال فوق الوقت كيتغار تيبدا يضرب هكا وهكا ولكن الحضيض صافي الواحد تيقول لا شي صافي صافي طفي البوله سالات هو راه غير كيحسب ليه ما بقى فين تهبط اما راه باقي فين تزيد تهبط باقي فين تزيد تهبط وغتزيد تهبط وتبقى تهبط وهي غادي. ماتنو اشنو قال لي واحد السيد حتى هو خديت من عنده جمله هي اشنو كتبيع لهاد الناس جامني كتمشي دوز لونتروتيان اش كتبيع ليه؟ وانا نقول بلاتي صافي هادي مزيان. دخلت وانا نلقى بريد المغرب ملونسي واحد لابي لا كونديداتور سبونطاني حط السيفي ديالك دخلت قديت السيفي ولكن كنبيع فيه ديك الساعه لوديت حيت كاع داكشي اللي قريت الاخر وركزت غير على لوديت. انا راه كنجي كندير الدياغنوستيك تنفهم اش طاري كنشوف المشاكل وكنحط لي ريكومونداسيون باش نديرو هذا وديبوزيتو هكاك. عيطوا لي لونتروتيان بعث لهم داكشي هي اللقطه اللي قلنا سيمون كتصايب سي في بيرسوناليزي ديك شي كوبي الا جيتي الا جيتي ميو كان دوي لهم في الديف الديف لي كوميرس دي سوليسيون دو بايمون شيبينغ كدا غادي تنغميو كان والله
سبحان الله مني مشيت ودويت معاهم داك لونتروتيان فيه شي خمسة الناس كلهم سولوني على داك الشيء فين الطريق اللي انا ديتهم ليها اللي قلت لهم انا كنبغي ندير هي هذا الشيء. جاني الجواب مور 15 يوم اجيت تفضل مرحبا بك دخلت كار شنو رايد هنا التغيير كان بسيط جدا شديتي غير السي في بدلتي فيه واحد الايمه كيمشي مع كيمشي مع داكشي اللي محتاجينه. شوف قبل ما ندير هاد الاستشاره هادي ست شهور اللي قبل راه كان فيها حتى رمضان نقول لك كنت وليت كنيفيتي الناس ديك علاش كنخاف من الجوجمون هو مشى قرا وخد الدبلوم وما دار والو فهمتي حيت كيكثروا كيكثروا بحال بحال المجتمع ديالنا ما تيعاونش الصراحه بهذا الموضوع. دونك انا وليت قريتي وضربت شي 5 سنين مور الباك وما درتي والو دونك انا وليت كان واحد الامتحان عسير مع المجتمع ما حيتش كنت مشيت تدبر على خدمه ما حيتش هضرت بنادم. دونك انا وليت كنفيق مع الخمسه كنعس حتى الخمسه د الصباح ونفيق مع الخمسه د العشيه سلام النهار ست شهور حتى درت هذاك لونتروتيان مع هذاك السيد الله يجازيه بخير ويقول لي شوف حل بسيط صغيور بيع شي حاجه بيع راسك دير باكيج وقول انا كنعرف ندير هادي صافي انا مني انا قلت مني غادي ندخل لهاد الاداره اللي سميتها بريد المغرب حتى هذه كانت في النصيحه اللي النصيحه الاولى اللي خديتها في بريد المغرب هو مع واحد السيد سميتو بسام عبد الحق الله يذكره بخير حيت هو اول مدرسه قريت فيها في العالم الحقيقي ديال الخدمه دخلت هو يقول لي يو هاف تو ميك ا جول خصك هدف دير هدف خصك شنو بغيتي عندنا انا ديك الساعه قلت خصني نفكر في شي هدف ما يكونش قريب حداني في خصني نفكر لونغ تيرم ما الاوبجيكتيف خصو يكون سمارت يعني محدد في الزمان عنده وقت ويكون باين ويكون تقدر تشيفريه. شنو هو الهدف اللي حطيته اخي؟ الهدف اللي حطيته هو انه 10 سنين في 10 سنين خاصني نكون شربت حرفه الميتي اللي كيديروه في هذه الاداره وانا كتب لي نخدم في الارساليات في امان. دونك انا قلت خصني نفهم اللوجيستيك الميتي خصني نشربه باش غدا ولا بعد غدا طرا شي مشكل ولا خرجت ولا هذا نكون تكون عندي حرفه في يدي كنعرف نديرها سميتها شيبين. دونك انت ما كانش عندك ديك الفكره ديال دخلت خدمت مع الدوله صافي راني لا هذه لا هذه ما عمرها كانت عندي مني كنت باقي كاع ما اكتشفتش شنو هي الخدمه. يعني كان غيكون عندي نفس القرار كون خدمت في بنكه ولا كون خدمت في البريد ولا كون خدمت في اي اداره كان عندي هذا هو الهدف هو واحد النهار خصني نخرج من السالاري ما خصنيش نبقى سالاري ولكن ما نخرج ما نبقى سالاري تنكون جمعت العده والعتاد والعده والعتاد خصني نتعلمهم تما يعني خصني نتعلم الحرفه وخصني نتعلم وصعيب باش تحط لراسك تارجت فيه ديزون كلشي باغي كلشي باغي يتقرى صعيب تحط لراسك تارجت فيه ديزون انا هذيك ديزون شنو اللي خلاني نتشالنجيها واحد النهار سولت واحد السؤال قلت لهم دابا انا دخلت كادر الا بغيت نولي رئيس مصلحه شحال خصني ديال الوقت قالوا لي خاصك ما بين 5 سنين حتى 10 سنين قلت لهم ها ورئيس قسم قالوا لي خاصك ما بين 10 سنين حتى 15 عام ومدير شي 20 عام وقيله اخرى ولا 70 عام علاش كيقول لك راه خرج مدير عطاو خرج روتريت مدير هي قلت انا بلاتي كيفاش هذا البلان هذا ديال 90 عام وانا هنايا شحال كياخذ هذا المدير في الاخر شي 30000 درهم وقيله واش انا نخدم 70 عام باش عاد في الاخر نسالي وحنا في 30000 درهم او شوفوا اخوان انا هادشي غنديرو في 10 سنين هاد الفيلم هذا غادي نطرقو في 10 سنين ما كاين لا 5 سنين لا 15 عام فعلا دازت عامين طلعت رئيس مصلحه داز ممكن خير هذا شنو اللي ميزك اخي على الاخرين حتى انت هادي 5 سنين تربط عام النصيحه ديال داك السيد اللي خلاني نعاود السي في فاش دخلت ملي دخلت قلت خاصك تبيع شي حاجه باش تاخذ شيفت سيرفيس شنو طرا لخي اللي كانت عندنا واحد لا فورماسيون في اصيل في جيستيون بروجي لوجيستيك مع ماليزيت ديال كازا وانا داخل تما صغير باقا عندي 22 عام 23 معايا لي فيتير باقي في لا ريجيون هنايا داروا لنا فورماسيون قال لك اقترح علينا شي بروجي اقترحت عليهم انه خاص باش لهذا النشاط يتطور خصنا نديروا واحد السيلول ديال
لافي ديال اللي كتحضي لي زانديكاتور، كتحضي الخدمه كي غاده، واش كاين شي مشاكل ولا ريكلاماسيون، الكونترول جيستيون، واش الامور مريقله ريل تايم، ويكونوا لي ريبورتينغ ديالهم قادين باش حتى لي بلان داكسيون اللي غنديروهم ولي زاكسيون اللي غادي نديروهم وهذا يكونوا فعالين. ريال تايم اش كتعني اخر يعني في يعني انا في الثاني انا بقى نسيت شي اسئله اللي قدرت تعيوا اش كتعني يعني في الساعه والحين فاش يطرى فاش يطرى لانسيدون تكون عارف. انا دويت عليه غير دواوة كيما كتقول فهمتيني غير لوح اليوم الهضره لوح الهضره من بعد ما الثاني قال لك لا هذاك البروجي عطينا كيفاش نحطوه مشيت خدام عليه قديتو تصايبتو رجعنا من الفورماسيون غدوز واقيلا تقريبا شي 20 يوم غيجيني اتصال من الاداره المركزيه من عند سي عبد الرحيم باكين كان ديك الساعه هو مدير العمليات عيط ليا قال لي هذاك البروجي اللي دويتو عليه حنا راه بغينا نديروه الا بغيتي تبدا. وهنا اكتشفت واحد السكيل اخر اللي ديفلوبيتو مع الوقت ديفلوبيتو سيرتو في طنجة فاش قلت لكم خاص الواحد يكتشف من دراسه الحياه هو النيغوسياسيون. نهار عيط ليا ودخلت انا وياه قال لي بغينا هذه قلت له امين اعطيني لي موي وانا معك بيرو مسائل. كان هذا في القضيه هنا هادشي تيثبت بان الاداره المغربيه هي فيها ناس كيسمعوا بغاو يحلوا المشاكل بيان سور هادشي عشتو ديال الناس اللي خدامين عندهم وهذه قصه انت غير ديال الناس في وسط اخي واش كاين شي واحد باغي يعيش في وسط المشاكل راه اي واحد باغي يحل المشاكل حيت كاين بزاف ديال الهضره تقول لا الدوله ما بغاش تطور لا لا بالعكس ملي جات الانيسياتيف وسمعوها وما خداو البروجي والله الا عشتها قلت له شوف اوكي انا عندي حوايج كنديرهم في لا ريجيون مع السي بسام وما يمكنش ليا نحط داكشي ونجي عندي دي زونغاجمون واش هادشي ممكن ناخره قال لي لا حنا داكشي ديال لا ريجيون راه نقدروا نكملوه واجي انت هادشي حنا واقفين عليه بغينا قلت له واخا انت كمدير العمليات غنحيدوا الاسم غنحيدوا الستاتو وبغينا نهضروا كاشخاص انا رضا معاك انت كانسان انا كيسكو جو غاني في هادشي شنو غنربح قال لي اش غنربح في هاد الفيلم هذا قال لي الا نجحتي هذا راه يقدر يولي سيرفيس هي مصلحه اللي قلنا زويله صايبتي مصلحه ديالك قلت له امين ما كاينش اشكال مشيت خدمت عام شنو هي باش الا نجحتي تولي رئيس مصلحه غتولي مصلحه وغتولي انت الرئيس ديالها مشيت خدمت عليها عام ونص يلا كملت العامين وانا نطلع رئيس مصلحه دونك هذاك من 5 سنين ل 10 سنين هاي حيدنا هاي دارت في عامين دازت 4 سنين موراها بنفس لا ديمارش طلعت رئيس قسم كتقول يعني الريفوني انويل ديالك يعني الدخل الشهري الدخل الشهري معدل الدخل الشهري ديالك بلي بريم كل شيء كتلعب في واحد 23 حتى 25 الف درهم انا تما راه وليت رئيس قسم يعني كاع داكشي اللي كيقلب عليه شي انسان في الوظيفه فاش كيقول بغيت ندخل الدوله درتو كرافاطا ولا تسميتي السيريطا ماشي رضا دخلنا في البروتوكول الاداري وهذا ولكن باقي حاس براسي ماشي هذاك هو تحقيق الذات اللي انا باغي حيت انا من النهار الاول في عقلي خاصني نخرج من شي حاجه سميتها السالاري ما 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 انا خايبين لي انت بحال ميسيون اجي ندخل البريد نخرج من البريد فاهم اللوجيستيك فاهم اش كاين بونجا كتسمى البونجا غتحطني غنمص وغنخرج كنكون واضحين النولج كنجرو كتاب قريتو خصني نجر النولج جلست مع السيمو خصني نستافد دونك هذا هو هذا بقيت نجلس معاك كنستافد كان هذا هو الاستفاده المتبادله حنا شوف حنا غير كنبارطاجيو مع الناس وهذا الشيء خصنا نقولوه اللي يستافد منه مرحبا اللي غادي غير يستافد منه مرحبا ما كاين حتى شي مشكل قربت ديك 10 سنين تسالي وات نيكست زعما اش غنديروا من بعد ها هي 10 سنين اللي قلنا خصنا نبقاو هنايا دخلت كندير شنو تعلمت وانا وليت رئيس قسم ديال مراقبه التسيير وديال نظام الجوده وديال السيرفيس كليون ديال خدمه الزبائن في وسط هذيك الاداره والميتي شربتو صافي ما بقى عندي ما نزيد نكتشف فيه درت وهو يجي واحد البروجي
من عند البريد ديال فرنسا والبريد ديال وبريد المغرب، وقال لك بغاو يكريو واحد الفيليال، بغاو يكريو واحد الفرع جديد غادي يدير داكشي ديال الاي كوميرس وهذا وهذا. حيت من 2014 تما انا اكتشفت الاي كوميرس، عاد بديت كنسمع شنو هو اي كوميرس في المغرب واش كيعني وتما ديك وات نيكست لقيت الجواب ديالها في الاي كوميرس، ما بقاتش عندي مبهمه. علاش؟ ملي بدينا حنا كنديروا الشيبين بدا كيبان لي العام الاول الناس اللي خدامين معنا تيديروا الاي كوميرس حتى كان الشيفر دافير ديالنا قزان. العام الثاني ولا كيضرب في دي مليون درهم، العام الثالث ولا كيتنفخ. قلت بلاتي هذا الاي كوميرس هذا فيه شي بلا، هذه موجه خاصنا نركبوها، هذه شي هذه موجه. حيت اصلا كانت عندي واحد الفكره ان المغرب كيخدم بالموجات، جات واحد الموجه ديال التكستيل في الثمانينات ركبوا عليها الناس وداروا منها بزاف ديال الفلوس لي فورتون. من بعد جات البونجه ديال لي موبيلي خدموا بها الناس خدمشات. قلت دابا جات هذه الموجه سميتها الاي كوميرس. هذا الاي كوميرس خصني نعرف اش مطاريفي اش واقع. ملي بديت كنكتشف الاي كوميرس غادي يوقع واحد غادي انا ولا كيبان لي داك البا ديال شيف ديفيزيون ديريكتور غيتعطل شي شويه حيت وليت ما كاينش ما كاين تيجي تجامب يعني حيت ولي لا حيت بحال كتقول ولات القصه ديالي فيها اسئله كيفاش هذا دخل في 6 سنين ولا في 8 سنين وصل لهذا الدخل هذا بقى عنده في الكوزينه خالته في الكوزينه عندي شي واحد كيصيفط المغربي المغربي هاكا تيفسر الا بانت لي شي حاجه ماشي هاديك هذا الشباره غير السيريسات الشباره هذا قمار وهذاك خالته في الكوزينه وهذا دافعين من الفوق. دونك انا داك الافق ولا كيبان لي ثقيل ولا صعيب باش نمشي ليه ومام طون ولا كيبان لي الاي كوميرس يلاه بادي كنقول راه هي دابا يا الجام يا غتكبر الموجه وغتفوتني. وانا نتلاقى مع واحد جوج ديال الاخوان دينيا محمد كان حتى هو خدام معايا في بريد المغرب، انسان الله يعمر ليه الدار ومن فاتح ولافونتاج ديالو سي كو علاش قلت لك انا لي كومبليمونتير كيتلاقاو بحال الغيساني والسيمو بحال اخي شو انا كنامن ما يجيش يدير شي واحد شي حاجه كبيره الا ما كانوش معاه الناس. هو هاد دينيا كان ضايع شايف لوروب شايف لازي شايف الموين اوريون دار شايف بزاف دونك منفتح على ثقافات اخرى. انا عندي عقليه ديال الميكر، انا كما قلت لك نهار جبت البروجي هذا دويت عليه في اصيله حطيته دونك من بعد جاو حوايج اخرين هي كتقول لي اشرح لهم الميكر شنو هي غنوصلوا ليها. انا فاهم ولكن سيميو تقول لي هي الانسان اللي كيقدر يحول فكره الحقيقه. وهاد المهاره معطياش لكل شيء، ما معطياش لكل شيء، انه غير فكره تفكرها تعرف شنو هما المقادير ديالها وشحال الحراره فاش خاصها طيب وتحط لا وفيها الفولو اب خير. وعاد انت غيسان اش كيميزكم كتبقاو تابعين الحاجه. انا ما عنديش هاد المهاره على الغيساني از ماي جريت بارتنر، خاص ديما تقلب على الناس اللي تكملك. الغيساني تيقول لي شوف يقول لي شنو كيدور لك في داك الراس وخلينا انا نخليه يطرى وكيمشي هو تيبقى طاق 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 عمد راجي طراج عمد راجي بقى هو تبع البروسيس. انا ما عنديش اخي هذا متفقين. مثلا انا كملت 10 سنين خرجت من الباري صافي خرجت قبل ما نخرج 10 سنين ديال الخدمه في الباري ديال الخدمه تعلمت فيها كاع داكشي اللي تقدر تتخيل شركه كيفاش كتقدر تخدم يعني ماشي شركه راه مؤسسه هذيك مؤسسه على قدك كيفاش تخدم. نشهدوا لك بالخيريطه حنا باش جينا نهضروا معك على الشيبين قال لك هذا معلم هادشي شد ورقه وستيلو وشد الطابلو والكريو بدا علينا باق 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 هو غيسكت باق 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 هو غيسكت لا 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 برا خلينا ندور لك الكاميرا. لا لا قلت السي محمد درجه فاش كان تيشرح ما قدرناش نسولو لان كلمه وداك الشيء كان زعما تيشرح بواحد الطريقه اللي تتحس ان هذا السيد اصافي الباكاج ضرب الطريق اكثر من 100 مره صافي ولا حافظه يعني بلا ما تدوي تقول لي هذه تقول لك هذا ها هي كيفاش كتقول لي هذه ها هي. وانا نقول سيمو راه قلت له انا في داك الميتينغ قلت له سيمو حلينا مشكل الشيبي قال لي كيفاش التفاصيل نهضروا من بعد من بعد اخي احنا جايين كيفاش تلاقيتو وداك الشيء قلت لك باش خرجت من البريد كان عندي هذاك داك البروجي ديال الاي كوميرس هو اللي ساكنني دونك والاي كوميرس اللي كيقول اي كوميرس كيقول شيبا كيقول ستار كيقول سيت
وانا داكشي هو اللي ما شفتوش في البريد كان باقي مع الناس. تلاقيت مع واحد السيد سميتو سبي عادي الله يذكره بخير حتى هو اكسبير دروبال خدامين. شنو هو دروبال؟ دابا ندير راسي ما فاهم حتى لعبه اي حاجه غادي يبغي يسال شي واحد اللي طرحت. انا علاش قلت لك دروبال؟ حيت انا لدابا باقي ما فاهموش شنو هو. هو لونغاج ديال الديفلوبمون. لا لا دروبال سي ام اس سي ام اس سي ام اس اون توكا. هو شي هو قال لي نمونطي لك السيت صافي. قلنا غنخدموا السيت والمسائل حنا غاديين ها الكليان فاش غيدخل اش غيشوف هذا. نسينا اهم حاجه في الاي كوميرس هذا شنو هي اهم حاجه؟ هي البرودوي. او حنا مشينا كنقلبوا على سوليسيون شيبي وكنقلبوا على السيت والبرودوي باقي ما كاينش. جيب والله شوف واحد الليله كنهضر انا وهذاك السي محمد الدنيا كيعاود لي على دوك لي زاوتليت ديال الحوايج فين كيكونوا دوك التخفيضات على برا ديال الحوايج. كتمشي لواحد المحلات ديال الاوتليت كيكونوا فيهم التخفيضات على لي براند الواعرين باش كنديروا تشريو بثمن طايح. وهذا ولكن حنايا هادشي خصو راس المال. ولكن حنا زواوا حنا ما اللي جابوا راس الشهر كيمشي لغد ليه ما كاين والو. ما كنتيش خير هذاك التجمع خويا كي غدير تجمع وانت عندك كاينين عندك بزاف ديال لي زونغاج يعني 25 في درهم و 23 25 في درهم وما تتجمعش. لا ما تتجمعش حيت ما تنساش انه راه باقي عندك واحد العرق واحد اخر ديال انا خصني نعيش شي حوايج ما عشتهمش من قبل. دونك كتعيشهم كتخرج مع الدراري وغتمشي وغتدور وغتشوف. دونك في اللحظه اللي احتاجيتي هذاك لي بارين. واحد السؤال حتى هو مهم خديش اخي رضا ديكري يجي لا والو هادي في ديك 10 حيت انا كنت عارف باللي لا ديوري 10 سنين ما تونكاجيت في حتى حاجه لا دار لا كريدي طوموبيل داكشي كامل اللي كيتقل ما دخلتش فيه. كنت اونكاجيت اخي رضا تيبان لي يكون بقيت لا كنكمل وهذا ولكن انا ماشي اللي خلاني نتونكاجا هو ما نتونكاجاش هو الصدفه راه هو القرار اللي كنت واخد انه غادي نجلس 10 سنين يعني كنقول 10 سنين ما يمكنش نلقى شي حاجه اخرى تشدني هنا خصني نكون ليبر. دونك انا صافي كيف دار انا نقز الطيار. قلت انا والسي محمد قلت له خويا هادشي اللي قلتي انت خصو راس المال سير جيب الحوايج وهذا وشري وهذا ما كاينش. واحد النهار انا جالس في الدار تزوجت انايا في اخر عام في ديك ال 10 سنين تزوجت فيها ربحتي الزواج ربحتي الزواج يا رب. دونك كانت في 2016 فين تزوجت انايا والمدام ديالي ناضت قالت لي انا غادي نمشي لسوق السبج. قلت لها نمشي معاك شوف انا شنو هو سوق السبج هذا كاين في التامسنا. مشينا دخلنا كيبان لي واحد خونا هز تيشيرت ديال زارا دوريجين طنطنا وشي يقول لهم 20 درهم ويلي. واحد هز قميجة بي دي اش بيدرو ديارو وكيقول لهم 5 درهم كيقول لك هز غير خود. وانا نقول بلاش ها هو البرودوي الجيمان احنا لقينا البرودوي الاخوان حيت المشكل البرودوي. اش بقى لي؟ بقى لي المشكل ديال الشيبي مشكل انا امانه عارفهم. دونك ماشي هذاك هو السيستم اللي انا باغي سيستم ما سي با لا سوليسيون ديال امانه على ليبوك. داكشي علاش هما دابا تيحاولوا يطوروا باش يتبعوا الاي كوميرس. ولكن ديك الساعه فهمت ان ديك لا سوليسيون ما راكباش. دونك مشيت كنقلب على سوليسيون جديده. هذيك لا سوليسيون جديده شنو كنت كنقول فيها؟ كنقول دابا واخا حنا فهمنا باللي الحوايج القدام ونقدروا نعاودوا نريسيكليوهم ونعاودوا نخدموهم ونكونتروليوهم ويقدروا يعاودوا يتباعوا. ولكن حتى هادشي ما عندناش ليه راس المال. حتى هذيك 20 درهم ما كنديروا ليها. راه نديروا كونسيبت اخر. شنو هو؟ كل الناس اللي عندهم الحوايج القدام يجيو يبوستيوهم عندنا وحنا نافيشيهم للناس يشريوهم بثمن قليل يعني بوس ولا هذا شي ماركه ميني ماركت بليس. ها انت فهمتيني ولا ما عرفتش ديك الساعه شنو هي ماركت بليس الكونسيبت. حنا انتويتيف ها افكار كتقول مشكل خصني نحلو صافي هادشي اللي كاين. هاد الناس اللي غيبغيو يبيعوا شراها واحد السيد غيبغي يصيفطها ملي غيبغي يصيفطها خصو شي بلاصه فين يحطها. بقيت جالس تنقول الوحيد اللي عنده هاد اللعيبه هو الباري. ويطلع ليا واحد الشركه من لاحيت ولا ندري سميتها سبيد بوكس. انا ما كنتش كنعرف هاد الشركه. انا قلت
سمعت باللي كاش بلوس كيليفريو الكوليات. مشيت لعندهم قصتهم السلام عندي هذا الكونسيبت بغيت الناس يجيو لكاش بلوس يحطوا اللعيبات ويتليفراو يتليفراو لعندي انا نكونتروليهم ونشوفهم واش نقيين واش منقطعينش واش فيهم هذا من بعد نونباليهم ونديرهم في الساشيات ونقاد لهم البران التيكيتات ديالهم وهذا ونليفريو هادشي اللي كاين. قالوا لي حنا راه ما تنديروش هادشي حنا راه تنديروا ترانسفير دارجون فلوس حنا هادشي راه كديروا واحد الشركه سميتها سبيد بوكس خدامه معانا. عطاوني نمره التليفون عيطت لواحد السيد سميتو مجيد واحد الجزائري الله يعمر ليه الدار اخي جلست انا وياه بديت كنهضر انا وياه على الشيبين اكتشفت ان هذيك سبيد بوكس هما خدامين شي 2015 يلاه عارفين وقع الصفحه الاولى ديال الشيبين المقرر يلاه عارفين الصفحه الاولى ديالها فارس قارين غير فارس وتوكل على الله. المهم بعدا خدام خدام غادي جلست انا هضرت معاهم بديت كنشرح لهم تنقول لهم راه اش خاص يكون ناض هذاك مجيد عيط للباترون ديالهم جا عندنا لواحد لوطيل هنا في الرباط جلسنا كنهضروا كل جرح الدميه فاهم قال جرح لقيت واحد الدماغ فاهم هنا اللي فاجئهم هو انه في ثلاثه السيمانات 3 سيمان لونسينا لو برومي سيت 2018 لو 21 سيت 2018 كنا مشيفرين شي 250 الف درهم 25 درك اللي داخل كونط رومبورسمون هادي ديال داك البارسي مينيمال كدير ديال هذاك الشيء ديال الحوايج واش على مارشي انت شوف ما كاينش اللي كيبغي يبدا شي حاجه صاحبي ما راه تيبقى ما كاينش البرودوي ما كاينش البرودوي دابا بحال تعلموا طريق وحده سير لضرب عمر وتقطا وقف صاحبي كاين طريق اخرى كاين واحد الطريق سميتها نزل الفاس كاين الجلد كاين كذا كاين عطا الله ما يدا دونك داز ملي شافوا هما هذاك الشيفر هما يقولوا بلاتي شي هذا اللي كيحاجي لي راه ما تيخرمش حيت الارقام ديالو عندنا دونك هذا عيط ليا قال لي تخدم معانا انا ديك الساعه شوف هنا فين غنرجع لك السلال قراصين قراصين شي تعلموا النيغوسياسيون من النهار الاول في الرضاعه من الاول قال لي تخدم معايا قلت هما دغيا فهمت انه هما ما فاهمينش اش كيديروا دونك قلت له انا سالاريي ما كتهمنيش انا خرجت من البريد باش ما نبقى صالاري انا نخدم معاك فريلانس مستشار نقول لكم اش كاين خدمت معاه ب 2500 درهم النهار وكان راه كنخدم معاه حتى 20 يوم 25 يوم في الشهر يعني حتى داك الصالير اللي كان عندي في البريد ما بقاش كيبان ليا ولا كيبان ليا شي حاجه عاديه هادي دونك ملي بديت خدام معاهم اي كونسلتينغ كونسلتينغ ولكن راه داك الكونسلتينغ بيزد على الخبره بيزد على 10 سنين ديال الخبره وشوف شحال هو تيقرا وشوف حيت انا نقول لك هذيك 10 سنين ديال الامانه علاش انا ديك كاين اللي غيقول لك هذا 10 سنين يختار علينا ولا هي قال لك راه دار التارغيت هو 10 سنين انا نعطيك عليه الاثبات انا ملي كنت باقي تما كان ديما تياكلوني جنان ديما تياكلوني جنان شنو تيجي ليك نبي المعنى ديالها هو تتبغي دير شي حاجه ما كانش عندي ثلاثه ياك شنو كتقصد مني طلعت شي في سيرفيس جالس انا واحد السيد في القهوه هي علاش قلت لك انا خاصك تعلم كيفاش فكره تبدا حقيقه جالس انا واحد السيد في واحد القهوه في سلا راه معروفه سميتها البشره جالس انا وياه تماك هو يقول لي الشاف قال لي راه كاين واحد الفيلم داير خطير قلت ليه شنو هو قال لي واش فراسك الناس باقيين كيشريو التيد بالعبار قلت لي كيفاش قال لي التيد كيتحط في باب المحل تيشريو جوج دراهم تيشريو ثلاثه دراهم ديك الساعه انا خا عشت هادشي الدوار يزيد قلت ليه الناس كتشري الزيت بالدرهم درهم الزيت جوج دراهم الزيت كيشريو اتاي درهم 10 دريال ديال اتاي في الاسواق دابا كاع ديال البوادر كيتباع بالكيلو باللعيبات شوف قلت ليه واش فيها لوبورتونيتي قال لي فيها قلت له راس المال قال لي عندي قلت له عطيش غدي وهذا بنت قلت لها ضحك قلت له اجي ندوز الارض المعركه شوف 15 اليوم درنا على صحاب الحوانت كنسولوا فيهم واش داكشي كيتكونسوما واش كيتخاد شنو هما الماركات شنو هما لي كريتير فهمنا انه داك التيب خاصو يكون منفوخ يعني جوج دراهم كتبان خاصو يكونوا فيه دوك الحبيبات الملونين خاصو يكون كيرغوي خاصو يكون كي فهمتيني هاد دي كريتير فهمناهم كاينين مشينا ويقول داز شي شهرين جبنا اول كونتينر
طاح اول كونتينر مشيت وخديت الكونتينر خدينا كونتينر من ميسر وكان عندنا فورنيسور في الاردن من ميسر انا كون عرفوني ديك الساعه عندي 23 عام ما يبيعوش ليا هذيك الجدران ديال التيد اللي انا باغيها ولكن ديك الساعه كان مسهل علينا المايل ومسهل علينا هذا الشيء دونك دخلنا غامرنا نقول لك كونتينر راه كنتي كتجيبو كامل كتقن فيه 2100 خنشه اللي كيهز 21 قادم كل خنشه كتقام عليك كل خنشه كتربح فيها تقريبا 20 درهم اضربها في 2100 غتعرف شحال كيخلي الكونتينر تقريبا دونك حنا اصلا درنا مع واحد درنا مع واحد موالين الحوانت وهذا وحطينا لهم ديك السلعه وبدات كتمشى واحد النهار ما يعرفوني موالين الدار حنا خدامين في هذا الشيء هذا وكيعرفوا راه الدراري كيهزوا هذا وما يعيطوا لي قال باش تمسطي باش الناس خدامين وهذا وعندك عندك اش كيسميو انت في واحد لا كاتيجوري سوسيال وخدام في الاداره وعندك ستاتيو وعندك هادي وغادي كتقلب على التخربيق وداك خونا اللي كتجلس معاه اصلا راه مخرميز وهذا وما وحيد عليك هاد الفيلم وهذا وانا نقول صافي يلا تكمش قال ديك السخطه الرضا لعبها انا عشت هاد اللعيبه انا عشت هاد اللعيبه ديال ستاتيو شوف اخي ملي كنت اول مره بغيت نتزوج كنت خدام اونلاين وخدام عندي شركه وديك الشركه راه ما كتدخل حتى لعبه انا راني هي خاسر هذاك الاونلاين هو اللي فيه الفلوس وقلت لهم بغيت نسدها هو يقول لي الخال ديالي باقي عاقل قال لي دابا الا زديتي الشركه شنو تولي سميتك رايح في الدار خدام ما يقبلش لا بات المدام ديالك ما يقبلش المجتمع حتى واحد ما يجي يحملك واخا كتدخل 27 مليون في الشهر بالنسبه ليوم انت راه حمار قلت له قول لي السي المجتهد شنو قال لي الدوله ملعوبه على الستاتيو خليك كتمشي للبيرو كتخدم وكتهز المحفظه وكتنزل كتركب في الطوموبيله وكتسمى مدير بقى محافظ على هذا المدير حتى الى اجل اخر وانا نقول صافو بقيت راكب هذه اللعيبه ديال انا مدير واخا مدير ما كتدخلش ليا الفلوس راني كنصرف فيها حنا نقول لك وهاد ليكسبيريونس شنو اللي انا فت فيه السي محمد اللي كنت خدام معاه في هاد الدومين هذا هو انه هو جا قال لي نمشيو للحوانت قلت له لا حنا غنمشيو نقصدو غنلعبو كبير مشينا عند الاكبر غروسيست اللي كيعطي الرباط سلازمور زعير كامل الحاج الصوفي الله يذكره بخير الله يعمر ليه الدار واحد السيد فتح لينا الباب قال لينا انا نعاونكم جلس دويت معاه واحد النهار هو يدوي ليا قال لي انت اش كدير في الحياه ديالك اليوميه قلت له خدام موظف قلت له نتايا علاش زعما نتا علاش درتي البيع والشراء قلت له قال لي ودي نقول لك واحد القضيه قال لي دابا اداره المدير العام ديالها شحال كيشد قلت له انا والله ما عرفتش شحال كيشد قال لي اخويا انا يا نهار يقولوا لي راه كاينه شي اداره المدير ديال العام ديالها كيشد 40 مليون في النهار نخلي هادشي اللي كندير انا سمعت هذاك الرقم وديك 10 سنين اللي قلت زاد تطلع فيها الكاشي قلت صافي 10 سنين والله حتى خصني نخرج هاد الارقام كاينين في المارشي وانا جالس تما حدي بيلتان دو بيش كيبان فيه دونك جلست انا وليت كنجلس مع داك الحاج بزاف تنستنى هاد الحاج تلقاه من الدراسه شوف بدا برونو اكسبريس ما نعرف فوقاش دونك اجوردوي ديستريبيوتور ديال دي براند قدون قداش ويعطيك دروس في الحياه كيفاش تجيري الاب كيفاش تجيري النجاح وكيفاش تجيري الحاضر هاد تما تعلمت بحال الدروس هادو دونك من بعد رجعت ملي سمعت هذاك لا ديسيزيون ديال مالين الدار حيت انا كنت باش نضحكوا شي شويه انا راه كانت الوالده الله يجازيها بالخير اللي خديت من عندها المتابره شي المتابره اللي هضرنا عليها وقال السيمو ما تعلمتها من حتى شي بلاصه شفتها قدام هي هذيك السيده هي اللي كانت كتخرج من المدرسه ديال التعليم وتمشي تقلب على فين كيديروا السوايع الاضافيه باش تصيفط ليا انا في طنجه باش نعيش دونك انا شفت هذيك المتابره قدامي شفتها كل نهار شفتها كيفاش كتجيري المشاكل الصداع حيت هي اللي كان عندها الدخل القار اما الوالد ملي سدات ديك الشركه كان كيتقاتل مع الوقت حتى هو دونك انا المتابره عشت فيها حيت ما ماتوش في الاخر كبروني وكبروا خوتي وخرجوا هذا السيد اللي كيهضر الحمد لله الله شي حاجه زوينه دونك انا مني قالوا لي هكاك ورجعت كنقول لك انا كنت داخل عنده وجايب معايا قرعه سيدي هذاك الالعاب
ديال الماء فيها صاني كرو تنقول لها دار يلاه جبناه كتصيق به كتصيق به كتصيق به وتقول لي هذا زوين تقول لي واش نتوما عمار واش كديروا شو تصيبوا صاني كرو واش نتوما مسطين بلا ما بلا ما مزيان شوف شوف هذه القضيه البرودوي والله الا انتريسون لا دايما تقريبا السيمولا دايما السؤال الكابيتال تيبقى شنو هو البرودوي انت حلول ديال البرودوي زعما كاينين في شوف غير حداك شوف غير حداك ماتنو ملي ساليت هذيك القصه عاوتاني مشيت جلست واحد العامين وانا عاوتاني موطاف ترونكيل واحد النهار جلست الترامواي تنتسنى الترامواي خرجت من البيرو جالس كنتسنى الترام يجي ويجلس حدايا واحد السيد ويقول لي شاف واش عمرك خدمتي في داك الشيء ديال الام ال ام داك التسويق الهرامي قلت له ما عمري خدمت فيه قال لي كاين واحد الشركه با 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 قلت له شوف الاخر د الفيلم تقولوا لي واش فيه شي ربح هذا الشيء قال لي كاين تبارك الله راه تقدر حيت هما كيقول لك الا وصلتي لواحد عدد النجمات كتاخذ فيراري وكتاخذ كيبيعوا لك واحد اللعيبات كتسمى جولد شي لعيبه اوطيلات فين ما بغيتي في العالم وهذاك الشيء خيال علمي عاوتاني طرا لي نفس الاشكال بحال في لي برودوي ديال التنظيف ما بغيتش نلعب صغير دازت شي 3 سيمانات هو يعيط لي ويلقاني واخد واحد لا كلاس في واحد المدرسه في الرباط وجامع امه لا اله الا الله تنشرح عليهم داك البرودوي تنقول لهم عرفتي شحال البشر تنقول لهم انتم دخلوا لهاد الشركه وراه مزيانه وهادي وهذا واحد الوقيته فين هو البرودوي ما كاينش جا البرودوي بعد غدا الناس كيدخلوا وكيبان لي داك الشيء انا كنت باقي ما دخلت حتى شي واحد كنت باغي تنتاكد ان البرودوي كاين وداز شي 6 شهور ما كاين لا برودوي لا والو انا نكتشف ان راه دايرين دارت كبيره دير واحد الدار كبيره شي كاين شي كاين تنقول لهم بخير هذا تنقول لاي شركه تقول لك جيب جوج هربا معايا بلا ما تبلا اي حاجه دابا ولاو بدو لا تبقاش يقول لك تسويق الهرامي لا تسويق الشبكي تسويق المهم كل مره تيبدعوا لك سميه هي كتقول لها شنو قالوا لك قالوا لك جيب جوج لا قالوا لي جيب 4 هادي هرب فواد هرب انا هرب اش كنتسنى البرودوي ما بانش داك البرودوي وانا نقول صافي هادي عاوتاني ولكن شنو هو السكيل اللي تعلمته في هادي ما عمرك كنت خديت لابارول قدام الناس وما عمري حاولت انني انا شخصيا نبيع شي حاجه في هذيك الضربه تعلمت نهضر مع ناس عاديين ونحاول نقنعهم ونحاول نفهم كيفاش نوصل لهم الفكره فشلات حتى هي وباقى 10 سنين خدامه علاش علاش قلت لك انا راه ديك 10 سنين ماشي غير جيت وقلتها كانوا عندي شي حوايج كيحفزوني انني نبقى انني نشد فيها نهار جا الاي كوميرس كان هو الضربه الاخيره اللي غنخرج منها رجعك خريطه سبيد بوكس لا سبيد بوكس راه قال لك فهذيك الخطه خرجتي من امانه جوج هذيك الله صافي نيغوسيتي الديل تفاهمتو قال لك انا والله ما كاين لي كونسلتون تولي كونسلتون تولي كونسلتون شي عند خوتنا قلتي لهم السلام عليكم بلاشي ديك الليله انا ناعس بالنسبه لي راه ضربت احسن ديل في العالم 2500 درهم بار جو قلت غادي نجي غادي ندخل لهذيك الشركه نلقاها تبارك الله وصل على النبي بحال هذاك بحال يوكان والالهي مشيت دخلت وانا نلقى واحد اللعيبه صافي هذاك الصباح توحشت بيروين اللي كان في البيروين توحشت بداك الصباح وانا شنو اخي شوف اختي اش كاين الصباح دخلت تلقى واحد الطواليت مفرقعه والماء خارج وهذا فين في السنتر ديال التريتمون السنتر اللي فيه الكوليات ما كاين حتى واحد طلعت لفوق وانا نلقى واحد الكوزينه فيها طبله جالسين فيها واحد الجوج سميتهم كونفيرماسيون واحد بيرو صغير داخل فيه الشمس ما فيه حتى ستور تما فيه الكوميرسيال شوف داك الشيء اللي كنت كنتخايلو ورا الواقع الصاد عرفتي قلت انا شد راسي قلت ناري ياك ما لفان ياك ما دي اند ياك ما طلعت الكتابه الاخوان وانا نقول شوف قلت مع راسي رضا ما عمر شي تشالنج قلتي لي لا هاد التشالنج خصك تربح دخلت لتما قلت لهم شوفوا نتوما هاد الميتي ما فاهمين فيه والو راه نعاودوه وغنعاودوا هاد الشيء مشينا خدينا واحد لي لوكو جداد مشينا خدينا واحد بيرويات جداد
عاودت خديت لي كونطرا باش نفهمهم بديت كنشرح لهم الخدمه. وانا نكتشف ان هذيك الشركه من 2015 حتى لذاك الوقيته فاش جيت بالنسبه لهم انا راه بحال شي شومبرير ديال السوفطاج شي يجي لي غيعتقهم. اكتشفت ان ديجا في بياسه اصلا فيها ماشي بياسه فيها غرقه خرقه فيها خرقه بالدكتاج هي انه شركه تانفيست فيها اكثر من مليار ونص كتشيفري 60000 درهم ولا 70000 درهم ويلي وجره معاها اكثر من 3 مليون درهم ديال لي ديت الناس كيتسالوا انا فاهم علاش غيكونوا طاحوا في هذا حيت هذه باش نديروا نقطه ونشرحوها للناس وغتكب في هذاك الشيء الشيبين اللي كنهضروا عليه خصنا نعرفوا انه الشيبين والميساجري 70% ديال الشيفر دافير ديالها في كوليات قل من كيلو القل من كيلو احتكار ديال البريد احتكار قانوني بظاهر ديال البريد صافي دير كل اللي كيفكر يدير شيبين راه كاع الشركات الاخرين يلاه مضاربين على 20% 20% اللي كيتقاتلوا عليها دونك الا ملي كتجي انت كتبيتشي كتقول انا غندير شركه شيبين وغتجيب غدير البيتش ديالك غادي تقول لهم المارشي اي استيمي مليار درهم وراه انت في هذاك المليار درهم راه ما عندك فيه والو راه يلاه 20% مقاتلين عليك مقاتلين عليها كاملين وهذاك الور كو انت فاش كتبغي تهضر على الشيبين راه كتقول انا خصني نكوفري هاد البلاد كامله المغرب كله ولي مويان وخصك انفيستي والور كو ديرير لابارت مارشي اللي مضاربين عليها راه قليله ما كاين والو دونك حتى هما طاحوا في هذا الشيء كاش انفيستي ولكن انت راه في الاخر ما كاينش شي فر دافير راه ما عندك والو حيت المارشي اصلا ما كاينش فيه بزاف دونك فهمتها ولكن اخي كنشوفوا خير هذا الملح هذاك الشيء شوف هذاك الشيء هو اللي طرا من بعد هذاك الشيء هو اللي طرا من بعد الناس ملي بغاو يدخلوا ما بقاتش قدهم ديك 20% وبغاو يدخلوا على ديك 80% الاخرى اللي داخله في الاحتكار بداو كيبداو كيف ما هضرنا البارح وقلت لكم احسن واحد استفد من انطلاقه هو اللي دار البالا هو اللي دار داك الطويبله وبدا كيصايب للناس البيزنس بلان فهاد اللعيبه هادي اللي استفد اكبر واحد استفد هو واحد الشركه في تازة كتصايب الملح ما كاينش شي واحد كيدير شيبين ولا الاي كوميرس ما مشاش لعندهم قال لهم صاوبوا لي واحد الخنشه فيها 600 غرام ولا 900 غرام باش ولا كيتقل الكولي دونك ضرب جاك بوت قال لك باش اي حاجه حطيتها تفوت ضرب جاك بوت هذاك هذيك الشركه ضربت جاك بوت مع كاع الناس اللي كيديروا الشيبين دونك اختاروا شي حاجه ونجحت لهم وانا كنحييهم مزيان ميتنو انا فاش مشيت تلاقيت مع الناس ديال سبيد بوكس غير باش نرجعوا حتى ليو كنت باي ونرجعوا حتى بزاف الحوايج اللي حنا دابا كنحاولوا نحلهم ملي جلست معاهم قلت لهم شوفوا والله اخي هاد الحاله اللي نتوما عايشين فيها والله ما صعيبه راه خطيره ولكن ماشي امبوسيبل لا ماشي داك الكونسيبت نقدروا نقدروا نتجاوزوها نقدروا نتجاوزوها ملي هما يقولوا لي اجي انت اللي غتقبضها ما تبقاش فريلانس بغيتي مهم حتى اللي تقبضها شدها خذها دير بها اللي بغيتي قلت لهم اودي شوفوا حنا راه ماشي غنبداو من الصفر حنا غنبداو من ناقص 1000 راه عندكم واحد الحاجه معوجه خصنا نقادوها نردوها للزيرو ومن الزيرو تطلع قال لك امين ملي دخلت كانوا كيديروا تقريبا واحد 1500 ديال لي زوبيراسيون في الشهر في الشهر مشيت انا حيت كاع لي بارتنير كاع الناس الشركاء اللي كتخدم معاهم فقدوا فيك الثقه ما كتخلصش عندك لي دي مشيت جلست معاهم بالواحد بالواحد وشرحت لهم البروجي ديالي وثقوا فيا قالوا لي غنعاونوك السي العلاوي عبد العزيز الله يجازيه بخير كان ما بين الاشخاص اللي وقفوا معايا السي نبيل عمار ديال كاش بلس وقف معايا مزيان في هذيك المرحله نقول لك من 2015 ل 2018 ولا 2000 فوالا 2018 الشركه كانت ميتة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019 دازت من 1500 ل 20000 اوبيراس في الشهر ولا في النهار في الشهر في الشهر وي يعني ضربنا في 10 ضربنا في 10 البيزنس اللي كان كيدير ولا اكثر تقريبا 18 15 دونك بدات القضيه كتكبر ماتنو ملي كتجي انت كتبدا تكبر فهاد الشيء خاصك الكازوار خاص الفلوس انا لقيت لي زاكسيونير ماتوا
قالك حنا حطينا اللي في جهدنا ما بقى عندنا من فين نوصي. هضر فقدوا الامان. فقدوا الامان. مشيت حاولت نجيب لهم دي زوفر ديال لو فيدفو من عند شركه ديال الترونسبور، من عند كاش بلس، من عند هذا. حاولنا باش نعتقوا، حيت في الكاليتي دي سيرفيس قسما بالله، في الكاليتي دي سيرفيس شي الموديل ديال سبيد بوكس تكوبيا من بعد من عند بزاف الناس حيت فهموا. اما ديك الساعه كنا بوحدنا حنا اللي بدينا داك الموديل ديال بلاتفورم ديال الشيبي. بدينا كنقارعوا امانه، حيدنا لهم تقريبا شي جوج ديال الكليون من التوب 5 ديالهم. بدينا الكاليتي دي سيرفيس بداش كتطلع، ولكن المازوط ما كاينش. دابا ليماج بنيتيها ولكن الرولمون ما كاينش. واحد لقيتها صافي الماكينه وقفات، بديت كنتقاتل. جاوا عندي قالوا لي الشاف حنا هادشي ديال ندخلوا معانا شي اكسيونير جديد ولا يدخل معانا شي واحد ما مسلكناش ما بغيناش. وانا واش مستغرب اخي هما كيفهموش، وانا دابا ما فهمتوش اليومين هذا باقي ما فهمتش علاش ما خلاوش اكسيونير جديد يدخل. ما كره الستور مازال عندك ماتنو في الاخر اشنو طرا؟ انا حيت ما بغيتش نتنازل بقيت تماك وكنتقاتل وكنحاول وما نعرف، وجاتني التونيا وداوينا التونيا بالستريس والروينه. ولكن الكليان ملي كيكون عنده شي مشكل كيجي كيلقاني في البيرو. واحد النهار جا واحد لاكسيونير ويقول لي السلام عليكم، لو 2 اكتوبر 2019 قال لي السلام عليكم، جمع واحد العون قضائي ويقول لي شاف هكا ورقاتك، دار معايا باساسيون، عطيني معدات العمل وهداك الشيء الله يعاوننا ويعاونك. قلت انا واقيلا راه لقاو شي حد حسان ولا هذا. مشيت دازت 3 شهور ميصدو الغابر الضايع كاع دوك الناس اللي كانوا خدامين في الاي كوميرس. علاش انا مني سمعت يو كان باي وكاش بلس قلت لكم اليزي، حيت الناس عندهم مشكل كبير صاحبي. اليوم عندهم مشكل كبير الناس. ملي سدات الشركه الناس مشى لهم السي او دي، مشى لهم الكاشون ديليفري، مشاو لهم فلوس، مشى ليه راس ماله. كتلقى واحد بغى يدير الاي كوميرس مشى للبنك خدم لنا 20000 درهم باه مشات ما يمكنش. انا اليوم يحقني داك السؤال ديال واش بغيتو تيبان لكم يو كان خاصك تدخل الشيبين؟ تصدمت خويا عافاكم دخلوا خويا والله الا خاصك تدخلوا. متفقين. دونك انا قضيه اخرى اللي دويت عليها قبيله هي راه الشركه كذا كذا راه ديه ليا قد ديال الكاش. الشركه كذا موجودين. دونك انا مني طرا هذاك الفيلم ومني مني سمعت انها الغابر الظاهر الشركه بطات الريدو وزادوا مع الطريق، انا قلت الكليان ديال ديك الشركه كاملين كانوا كيتيقوا في انسان واحد هو انا. ما كانوش عارفين الداخل اش كاين واش طاري وهذا، كيعرفوني غير انا. دونك قلت خاصني نحط شي الترناتيف، خصني نحط شي حاجه. هنا كنقول لك حسن الصدف، علاش كنت كنركز عليها؟ كنقول خاص يكون الواحد يبني نيتورك ويبني علاقات مزيانه مع الناس ويبني علاقات تكون مخيره مع الناس باش الامور ديالو تيسر. كنت فاجئ كيجيني ابي من عند من عند نبيل عمار ديريكتور جينيرال ديليغي اكسيونير ديال كاش بلس. قال لي شوف انا خدمت مع هاد سبيد بوكس من 2015 ما داروا حتى حاجه، نهار جيتي نتايا داك الشيء بدا تيطلع وخدام، انت كتميتريزي اش كدير، حنا اجوردي بغينا نلونسيو شي حاجه بحال هكا. قلت له امين، اش عندكم؟ واش كتفهموا شويه في فهادشي؟ شوف حنا ما كنعرفوا حتى حاجه في هادشي. احسن حاجه حنا فيما يكون معك شي واحد كلير بحال هكا. حنا خدمتنا هي ريحه خير شكر هنا ريح قريب. خدمتنا هي الترانسفير ورقه الدخول. هذا جا الدراري معطاه عطوكم الدراري حطوا في الصوره ورجعوا. هو الدراري الله جا معطاه. يوتيوب يوتيوب كان حاضر والله اخي تيصدمني اصاحبي شنو كيتفرج في اللايف الواليد ديالي حافظ اللايف اش وكاين الاستاذ عبد الجليل هو هنايا. المهم الدراري غتجيب لينا الزاويه ان شاء الله. سيوب حتى هو مرحبا بك اخي ايوب، اجا خير رجع والله. كمل لينا اخي. دونك قلت لك اخي عيط ليا قال لي بغينا نلونسيو شي حاجه. قلت له شوف انا امين معاك من الاول حتى الاخر وندير معاك تشالنج، هو انه عام ولا عامين نردها
اكثر من داكشي اللي كانت كدير ديك الشركه، ونردها كتخدم ترجع كتقارع الشركات اللي عندهم 70 عام و100 عام ديال ليكزيستونس هنايا غير تيق فيا تيق فيا. قال لي شوف الثقه كاينه، شوف لك شي قنت في هذه الشركه هذه، شوف شي بيرو جلس فيه، عندك جميع الصلاحيات. بدا مشيت دخلت ورقه بيضاء وستيلو، ما كاين لا كليان لا كوليا لا سيستيم لا رويضه باش ليفريو لا والو، ديتها من الزاف كاين حتى حاجه. الحاجه الوحيده اللي كانت عندي هو ان هذه الشركه عندها ريزو، عندها دي زاجونس، هذه هي الحاجه الوحيده الكابيتال الاول اللي كان. لا عندها ريزو وثاني حاجه ما يوقعش لي ديك البروبليم. وثاني حاجه وثاني حاجه اللي انديريكتومون مزيانه هو ان تهنيت من المشكل ديال السيود، حيت هذه شركه ديال ترانسفير. ترانسفير حافظ التخصص ديالها ديال هو السيود، دونك الناس رزقهم في الامان ما كاينش فيه الاشكال. جيت بديت هو يلا غادي نبدا، بدينا قادينا واحد السيستيم خديناه تيستيتو وقلنا امين غنبداو يلا غادي نقول بسم الله. هو جينا من الشينوا هذاك الاستاذ اللي سد علينا في الديوار كوفيد، قال لي ما تبداش، قال لي لا لا ماشي اليوم اخي غتبداو غتبداو من بعد حيت غنسدو عليكم. وهذا انا قلت ناخذ الريسك، حيت في الاول الكونفينمون بان لي الاي كوميرس بدا كيطلع ولي سوسيتي الشيبين بداو تيخدموا، قلت يا غنغامر اللوح دابا ولكن انا باقي ما معروفش ما كي غنتورني ولا يقدر يطرى شي مشكل اخر وهذا الشيء طول ونلقى راسي في شي اشكال. قلت كالم داون ارتاح، سال الكونفينمون لو برومي اوت بدينا كليات الاولين مشيت درت لهم الراماساج انا عبد ربي، كنمشي عند الكليان كنهز كيقول لي شكون انت، كنقول انا هو المدير ديال اللعيبه تيقول لي وكتهز الكليات، كنقول ليه اه وشكون بغيتي يهزهم. دونك هزيناهم واليوم تبارك الله رحنا خدامين، وصلنا لواحد السطاد اللي مزيان فتنا داك الشيء اللي كنا كنديروه في سبيد بوكس، الناس كيتيقوا فينا خدامين معانا. او يخرج لي واحد الجنه وتهني واحد اخر، كنت غادايز من حدا البيرو ديال المدير في كاش بلس، كيبان لي السي توفيق اللي غتستضفو هنايا نهار الاربعاء. توفيق مول النخلة الله يجازيه خير، اييه جالس كيهضر مع المدير على شي حاجه بيناتهم في كاش بلس. هذا بداو كيهضروا على الاي كوميرس، قال لي راه لونسينا شي حاجه ديال الشيبين ورحنا خدامين غير مدرقين باقي ما بغيناش نديروا البوز. وهذا قلت له سمعني انا اش باغي ندير، ديك الموتيفاسيون ديالي. ويقول لي الشاف، قال لي كتعرف واحد السيد سميتو الغيساني؟ قلت له لا ما كنعرفوش، قال لي نعطيك نمرتو عيط ليه وقول ليه هاد الهضره اللي قلتي لي. هزيت واحد النهار التليفون وقال لك نطالع للدار وما كاينش، وقال المدام ما كانتش في الدار وما عندي ما الدار، ونقول نعيط للسيد بيتشيو عليه على ما تجي. عيط ليه لقيتو حتى هو تبارك الله ماشي من العكس، جاب شي حاجه على يوكان ولا قال لك الغيساني؟ قال لي يوكان، قال لي الغيساني يوكان، عيط ليه قول له هادشي. عيط له كنت انا كنقول غندوي معاه واحد 10 دقائق غالبا الا كان انسان متفتح غيقول لي واخا دابا نعيط لك وغيصيفطني، والا كان انسان زعما باغي كيهمو هاد الدومين غادي يكمل معايا. مشينا كنهضروا ساعه د المكانه، من بعد هو يقول لي دوز لعندي البيرو، تصميم لي وراه دزت عندو البيرو. ومن ديك الساعه فيو كان، ومن ديك الساعه هو كيضرب ليا فيك الابيات الشعريه خاص شو تعرف اول مره تلاقيتي انت وياه شنو جا قال ليا بحال هكا بواحد الوقت وانا اصلا تلاقيت مع واحد الصاد بحالي الله يرحم الله يرحم على هذا، قال لي تقول انا مريح مع راسي حتى هو ضاني وكذا وتلاقيت انا وياه بقينا كنكسيري وكنكسيري وكنكسيري. قال لي هذا اخي شوف نقول لك واحد القضيه اللي عشتها هو انه الناس خصهم ياخذوها كفكره، راه ملي كتكون غادي يلا غتبدا كتسمع الميم بزاف، ما غتقدرش ما غتديرش ما غتصدقش، واش صدقات اللي قبل منك واش هذا وخليك. ملي كتبداو كيبدا شويه داك الشيء يبان، كتبدا تسمع واحد الجمله اخرى، ويلي تمال واش دار كاع، ويلي شحال كيدخل كاع، صداع الراس وهذا. ولكن خاصك تزيد تابر وتدفع، علاش؟ حيت ملي كتزيد تكبر كيجيو لك ناس اخرين وحده اخرين شاركس القرش،
كيجي تيقول لك هذا الشيء خدام بغينا نعرفوه بغينا ندخلو فيه بغينا نصنعو كتولي انت ستار كتولي انت هذا ولكن راه هادو فيهم انواع انا الحمد لله ربي يسر ليا وقيل الدعاويد الوالدين حيت هذا الشيء رضا الوالدين اللي كتوقف فيه هو انه ما عمري ما تلاقيت مع هذوك نصاصي الدماء فين فاير انت فهمتيني ديما كان القصه ديال داك السيد اللي جا عند داك النهار داروا به الباد شاركس دونك انا ما جاوش عندي الباد شاركس حتى نتلاقى مع الناس اللي كيدفعوا بك لقدام وتيشجعوك ولكن خصك تنجح خصك تبين لهم ان ديك الميم اللي سمعتيها انا باغي واحد السؤال انت ديما كنتي كتقول ديك اللعبه ديال راه الواقع تلاقى مع ناس زينه ولا انت كنتي كتقول تلاقى مع اللي يشفرك على حقاش انا كنقول هذا اللي تيقول كتلاقى مع اللي يشفرك تيولي تياتراكت هذوك الناس متفقين انا نقول لك فاش 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 خرجت من 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 الوظيفه كنت كنقول غنخرج للغابه وكنقول في الغابه اول وحدين كيخرجوا لكم الديال قلت ها هذه في الاول وقلت غنتعرض للعض والضرب والجرح وهذاك الشيء كامل غنتعرض ليه ولكن خاصني نعرف راسي واش كابابل انني نواجه هذيك القضيه ولا لا ولكن مني خرج تلقيت هذاك الشيء اساطير الاولين عاودوا لي المشكله هي هذه كاين داك الشيء ولكن ماشي ما يشدوش الواحد يبقى يدوي فيه ويعني ولقيت ان 90% ديال اللي قالوا لي لا غتخرج وكاينين الصابه وكاينين هادو وكاينين هادو لقيت هما اصلا ما عمرهم داروا شي لعبه من هادشي ما عمر والله ما عمر مشى للغابه انت فهمتي ما عمره دخل لهذيك المدينه الكبيره يعاودوا ليه الغابه فيها الفلوس وباش ما يمشيش كاع يضرب شي الغابه قالوا له عندك راه كاينين الجنون تما متفقين دونك انت فاش كتدخل والله الا كان عندك انت كتامن بالبروجي اللي باغي دير كتامن بالهدف ديالك اللي باغي توصل ليه مزيان مع النيتورك اللي انت كرييتيه بوزيتيف انرجي كتكابيتاليزي على الاكسبيريونس كاع لي زيكسبيريونس ديالك كتكابيتاليزي عليهم ملي كتبدا هذيك الطريق كيوليو يجيو عندك اوتوماتيكمون الناس اللي هما كيشوفوا انهم الا مشاو معاك غتربحوا بجوج وي حيت مصاص الدماء في الاخر راه كاينين عقود راه ملي كتوصل معاه حتى الاخر لهداك الشيء ديال اجي نيغوسيو تيقول هذا فايق ما عندنا ما شي ديك النهار داك الصاط اللي استغلوه مصاص الديما حتى واحد ما عنده معاه كونتر انت هادشي اللي قلت لي لانه مصاص الديما الصاط ما كيزنيش ندير كونتر انا هنا لافونتاج اللي كان عندي هو علاش كنقول بنادم خصك تعلم لافونتاج اللي كان عندي هاد مصاص الديما علاش انا ما كان كيصور من عندي والو حيت في 10 سنين في الوظيفه كان عندي الهدف هو نتعلم كيفاش كتخدم مؤسسه دونك كنت كنعرف شنو هي كونتر كنعرف شنو هما لي كلوز ديالها كنعرف شنو هو القانون كنعرف واش داكشي اللي كنديرو ليغال ولا ماشي ليغال كنعرف دونك ما عندي شويه المناعه ماشي كنجي كنسمع غير ودينا لهذا ودينا لهذا ودينا لهذا زعما في الباركور تلقى سمعتي هذا نصبوا عليه سمعتي القصه سمعتي هذا الجوري سمعتي القصه وكتعرف شنو هو المشكل اللي دار انت كتعرف المشكل اللي دار كتقول هذا كون كان مغيز وريقاته ومغيز المسائل ديالو ما يطراش في الاشكال حاجه اخرى واخا تبان لي طرا شي حاجه خايبه راه مزيان باش تمشي تكمل عاوتاني ماشي باش يقول بقا تشكي وتقول صافي نهايه العالم شوف خا ديك القضيه اللي كتقول لي ديما ديال العقليه الامريكيه فيس العقليه الاسيويه وهادي نقول لك انا مني كنت انايا كنستعد انني نخرج البريفي نخرج للغابه اللي فيها لا كونكورونس وفيها هذا خديت واحد الوقت اللي قريت فيه بزاف الكتوبه شفت فيه بزاف ديال الكالتشرز اش كيقولوا ستيفن كوفي لي زابيتود دي جون كي ريوسي شفت قريت كتبه ديال سميتو لو ستراتيج قريت بزاف ديال الكتبه اللي كتفهم فيهم شي حوايج كتفهم انه كاينين دي دومين انا نقول لك كنرجع ديما لذاك القانون ديال انك ما تديش ديما على ديك 2% اللي ربي صانعها باش تنجح في واحد المجال ما تديش عليها ما عمرك تدي عليها دي على 96% اللي فيهم شي وحدين قدروا ينجحوا واخا ربي ما عطاش لهم بالفطره راه نقول لك تقاتلوا عليها في الدين ديالنا عمر بن العاص رضي الله عنه دخل الاسلام من مور عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق من مور 6 شهور ولا غير باش ما نعطيش شي انفورماسيون مغلوطه من مور واحد المده هو اللي تولى سريه السلاسل في الجنود ديالو كان ابو بكر وعمر يعني اللي دخلوا الاسلام قبل منه دوزوا
ولكن هو والله مصايبو القياده القياده هو قيادي مصايبو الله هكاك ما يمكنش تاخذو انت كموديل حيت هذاك مصاوب من عند الله راه بحال فاش كتهضر على ميسي ورونالدو واحد من عند ربي لا وكيكيش لا الاخر هما هما كيخدم على راسو كل نهار ولكن خاي ميسي ورونالدو راه تيخدموا كل نهار بيان سور حيت الفريق راه حتى هو ملي ربي مصايبو هكاك مصايبو المنصب ولكن باش يجيري راه خصو يخدم على راسو كل نهار حيت الوقت كتبدل ولكن وكاينين عاوتاني واحد 2% خصك تيفيتيهم في هذاك الدومين ماشي اون جينيرال هما واحد جوج مصايبهم الله ما عمرهم ينجحوا فيه راه ابو در الغفاري رضي الله عنه كان كيقول فيه الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيقول راه ما كاينش امن ولا اصدق من ما طار في السماء ولا ما شاف فوق الارض من ابي در واحد النهار مشى عنده قال لي يا رسول الله وليني كاينه الخير اعطيني منصب اعطيني شي منصب بيت المال ولا شيء قال لي يا ابا ذر انت لا تولى على اثنين وانت فيهما يعني واخا تكونوا جوج ديما الثاني اللي غيحكم دونك حتى ربي ما نصوبكش المنصب هادو خاصك تعرف ان في ذاك الدومين اللي انت فيه كاين واحد 2% سد لانتوكس هذوك مصايبين غيتيريوك لتحت دونك انت سير مع السكسس ستوري دابا انا علاش كنجيب موتيفي لهاد اللايف حيت سيمو الله يعطيه الصحه جاب لكم دي موديل وجاب للناس كاملين دي موديل ديال دي سكسس ستوري اللي ما داخلينش في 2% داخلين في ديك 96% اللي خدمات على راسها ومالت عند 2% دونك خاص الواحد الا جيب لهم شي شباب ما كيبانوش ماشي داك اللي قلت لك انا فيسبوك عندي فيه امي واحد عنده امي واحد وانستغرام حلو البارح ياك مزيان كنجيبو لهم الندره اللي ما عندهاش مع النيت يا ولد وانا ملي مشيت كنكتشف كنقول بلاتي دابا ميريكان الدراري الصغار اش كيوريو اش راه كانوا متاثرين بالميريكان ميريكان كيجيو كيوريو للدراري الصغار سبايدر مان وكيوريو من مارفلز وكيوريو اش كيعني داكشي كيدخلوا لهم لعقلهم انه نهار يطرى شي مشكل في هذه الكره الارضيه خص يكون جاي شي واحد جاي يمشي كوكب اخر ولا عنده شي باور ما عرفتش كيدايره ولا ما عرفتش كيمصنوع هو اللي غيعتقنا كاملين اما حنا ضعاف اما حنا ضعاف وخارج من ميريكا اما حنا ضعاف خص تعضوا شي شني ولا شي سبايدر ولا شي لعيبه المهم ومني كنمشي نشوف اسيا كيبان لي دوك لي مونغا ديالهم وهذا فيهم تقريبا نفس الاستوار كتعاود واحد كيكون جالس كيبان فاشل في الاول ماشي صلاح لتا حاجه ولكن كيتلاقى مع واحد لوبستاكل كيخرج كيمشي كيتريني كيديفلوبي واحد السكيل غاكي الملكي وما عرفتش شنو داك العجب كاع اللي كيديروا حتى همايا كيتلاقى مع شي مينتور كيزيد يتريني به كيرجع لذاك لوبستاكل كيدقدقو كيدوزو معاك واحد 100 حلقه كيجي اوبستاكل اخر تيمشي تريني واحد اللعيبه اخرى تيجي لك فورم اخرى دونك كيدخلوا الدراري الصغار انه راه هذا هو السيكل غتبقى غادي غتلقى اوبستاكل سير ديفلوبي راسك فكره سير خدم على راسك سير شوف شكون هو المينتور اللي غيعاونك ورجع وغترجع لذاك الاوبستاكل وما غيغلبكش وغيجيك اوبستاكل اخر وتلاقى انت وياه كيف ما بغى يكون دونك هاد حنا كتجي الكولتور ديالنا كتلقى فيها تقريبا نفس الكونسيبت اللي كاين عند الاسيويين كاين عندنا في الدين في المجتمع كاين لا سوليداريتي كاينه تحمل المسؤوليه من الصغر راه علموها لينا والدينا ما كاينش شي واحد داز هنايا وما قالش لك انا والديا راه كانت الوالده ربات بيت وكنا حنايا دراوش وكنا هادي صافي دير كنت هو كان كينوض يمشي للسوق تا هو كان كيمشي يتقدم مني كان باقي في الكوليج ولا باقي في هذا تا هو كيعرف شكون هو اللي كيمشي يجيب الدجاج دونك كيعطيو فلوس يمشي يخلص الموطو دونك المسؤوليه بداها صغير لو كتبدا سال المشاريع صغيره انا عاقل هذاك المشروع هذاك المشروع ديال الحليوات لا ديال دي البطاطا حنا كنا على الحليوات الحليوات اللعيبات اول مشروع تطيبو في حياتي لا دابا على حسب المنطقه دابا انتما سلا لا حنا في مراكش بالي في كوكو هاد الحلوه عجيبه كرانتيكا لعيبات ايوا كتمشي مثلا كتشري 3 دراهم بطاطا من المارشي كتجي كتسلقها وكتقردها صغيره كدير الحار كدير طبيله وحدها الحار كيجي بنادم تيشري عندك بجوج دريال بطاطا بجوج دريال بطاطا لا بصح لا لا كتبدا من الاول كتبني واحد المشروع صغير وكدير البزنس انا نقول لك نرجع علاش عندي فيسبوك عامي واحد حيت انا فيسبوك
كان كيبان ليا كيضرب ديريكت في هذا الكالتشر هذا. مني بداش كتكثر فيه التفاهه، مني ولي كلشي كيسبح وكتشوف غير الاخبار الناقصه كتشوف غير. انا نقول لك في هذيك القضيه فاش قلت قبيله كنشوف النص الخاوي ديال الكاس مع الوقت بروغراميت عقلي نولي نشوف النص العامه. دونك انا الاستوار ديال الوالدين اللي كنت كنحملهم واحد المسؤوليه في واحد الوقيته بالعكس ولاو عندي مثال المتعبره، ولاو عندي شفتهم كيفاش داروا السيرفايف وشفتهم كيفاش بقاو تكونوني وكونوا خوتي وهذا. دونك وليت كنشوف النص العامر في الكاس، ما بقيتش كاع كنشوف النص الخاوي فيه. البارد الا سولتيني عليه ما نقولك حتى شي نقطه نيجاتيف، غنتفكر لك غير لي زيكسبيريونس اللي خديتهم. وهنا معاك على هذا القضيه، ولكن حتى كتكون دوزتي واحد بيان سور سي لا ماتوريتي. والماتوريتي باش كتجي كتجي تعلم ليرنينغ. فاش اي كل نهار طرا لك شي ايفينمون اي واحد جلستي معاه خصك تعلم، هذيك قوه التعلم. انا كون خديت كون كاع كون ساليش من البارد وانا نقول قصه وانتهت ونسيتها ونسيت داكشي اللي تعلمت فيها وقلت غنعاود ا زيرو، ما نكونش دابا شكون انا. دونك ليرنينغ خاصو يكون ليرنينغ، خصني نتعلم كل نهار، نتعلم من الناس، نتعلم داكشي اللي كندير، نتعلم من الكتوبه، نعرف فاش كنتفرج، نعرف فاش اش كندير. انا فيسبوك ملي كنشوف فيه داكشي كنقول الكالتشر ديالنا بداش كتنسى، الوغ كو عندنا فيها اساسيات. عندنا فيها اساسيات كتفدرين اللي كثار من ديال الاسيويين فيهم فيها الديسيبلين. غنقول لك نشرح الا بغينا ندير مقارنه بسيطه، الاي كوميرس عنده خمسه د الاركان ساهلين، عندك ستور، عندك الادز، عندك الشيبين، عندك البيمون، وعندك البرودو. خمسه د الاركان بحال الاسلام حتى هو عنده خمسه د الاركان. مصطفى عجباش شوف في الاسلام كاين الحج، هذاك بس زوين حيت مكتوب واحد اللي من استطاع اليه سبيلا، الزكاه والصوم باش مزيانين كيجيوها مره في العام الا قدر عليهم. الشهادتين هي اسهل حاجه، الصلاه سي ان ترافاي كوتيديان. دونك هو لو بلو بينيب. فهمتيني؟ دونك حتى الا جيتي للاي كوميرس غتلقى الادز بالنسبه للناس تيقول لك انا لونسيت الكامبين، وهو راه فيسبوك اللي دار الخدمه. واش فهمتيني؟ حيت الفيسبوك تيدير لك الخدمه اللي تيديرها ان كوميرسيال. سمع اخي تيمشي تيجيب لك الكليان. لا راه فيسبوك اللي دار كوميرسيال. كوميرسيال كيمشي كيجيب لك الكليان. فيسبوك تيدير لك نفس القضيه، تيعطيك واحد لاباس. دونك ملي تيجي تيقول لك انا درت الكامبين، هو بالنسبه ليه راه داير لاكومبليسمون. و 90% ما غيديروش الخدمه اللي كيديرها ايوب. علاش؟ حيت ايوب هذاك الركن داروا نهار وجوج وثلاثه وفهم الالغوريثم ديال فيسبوك كيخدم، وعرف كيفاش غيدوز ليه باش داك الكليان يمشي يجيبو لك في بابي كادو مقاد. دونك ما سي با غي درتي الحاجه راه غتصدق، خاصك درتيها واش درتيها مزيان، وباش ديرها مزيان والله ما عندك شي حاجه من غير كل نهار. شوف واحد الله الا باقي عاقل، مشيت لتايلاند شلت في المويطاي، في الاول عطاني حركه وحده قال لي انت وقف هكا لاكار ضرب طق طق تصور ضربت الساعه اشنو دير زد تيجي خونا تيشوف فيا تيقول لي لا لا زيد ضرب تصور اصاحبي ضربت النهار الاول ساعه مشيت كتافي دار راني مشتت وانا نخبر واحد اليومين رجعت قلت له شنو ندير اليوم ويقول لي جينا قد ضرب وانا نخبر واحد السيمانه قلت داك خونا صاحبي كيتجي لي رزقي كيتفلع عليا جيت عاوتاني قلت لي راه جيت نعاود نضرب ضريبه عنده مشيت عاوتاني ترينت الحصه الثالثه والو فهمتي تنقول لها اجي نضربو برجلينا واش تقول لي شوف عاود دير هذه الحركه هذه راه ما كديرهاش مزيان وتقول لي انت ضرب هكا وضرب هكا ضرب هكا وضرب هكا عرفتي الحصه الرابعه وليت كنحس اخي عاد واش كنعرف هذه الضربه هذه ديال هكا وهكا راه خاص داك الجهد ديال رجليك مع سميتو مع الدعف عرفتي وليت كتسمع هذيك الدعف ولا عجبني الحال عاد قلت الصاب راه خونا هذا فاهم اللعبه لا انا ما فاهمهاش قاص كنضرب الساعه الاولى نهار الثاني ساعه نهار الثالث ساعه حتى النهار الرابع تجربني كنضرب مزيان ويقول لي مزيان واجي دابا غادي دير لاكارد بحال هكا ضرب طن طن وغادي ترجع وغادي تضرب من تحت هكا الدعف واحد اللعيبه كتكون عندها خاص تضرب هكا وجلست تمايا معلم شي سيمان باق باق عيان عاود با
باق باق عيان عاود عاد وليت واحد الوقيته كنت باغي تخلي ضارب والايكوم باغي تخلي ضارب والايكوم لا انا كتجي كنا راه ماشي يقدر شي واحد يجي يقول لي نخلي ضارب والايكوم يقدر خير هذا شفت نقول من هادي يقدر انا نجي بحال هكا راه حتى انا راه ضربت اصاحبي شنو راه انت كما كتضرب راني كنضرب يا راه هيتي غير تخيلتي راه كيما دونك انا تنقول لك بقات في هذوك الاركان اللي كتحاول تبني عليهم الا ما عرفتيهمش في الاول صغر راسك وسير تعلمهم انا في البروسيس ديالي كامل ديال ليرنين تعلمت من عند ناس وتعلمت من عند باقي كنذكر سمياتهم بالخير ليومنا هذا وديما تنقول هاد الناس عندهم فضل عليا ذكرتي بزاف كيف ما تنذكر الفضل ديال السيمو حيت وراني الايكوميرس انا دخلت واش قريت الدورات ديالو كاملين شحال من حاجه شوف والله الا قريت الدورات ديال كاملين وتصنت ليهم كاملين وتعلمت منهم بزاف على الايكوميرس اللي انا كنت عندي عليه فكره سطحيه دونك في الاخر اش كنجي كنقول للناس خصنا نخرجوا من ديك العقليه ديال المقامر غنقمر دابا اجوردوي كتلقى بزاف ديال الناس كيتيقوا واحد الفيديوهات كيلقاوهم في يوتيوب وتيلقاهم سيد لينتوكس انا ما عنديش شين يوتيوب ما عندي والو انا عاد ندخل مستمع دونك انا داير من الكرون بوبليك كتلقى كيف تصبح غنيا في ثلاثه ايام ودون راس مال فهمتيني دون راس مال بصفر درهم فهمتيني تيقول لك شوف تيجي تيقول لك طبعا طامن لا تهضر بالباك صافي هادشي اللي كاين كيفاش تصبح وما نعرف شنو هو اطارا في النووي دون هذا اوليات انشطار الذره شوف تيقول لك لا بصح ولكن شوف نكونوا واقعيين ملي كتدخل كتشوف بحال دوك الفيديوهات كيزيدوا الناس كيقول لك لا حنا فاش كنا هنا في هذا اللايف داك النهار سيمو قال واحد الكلمه قال واحد كيدخل كيقمر على واحد الكريبتو غادي يخرج لك شي عالم ديال الكريبتو غيقول لك لا الكريبتو والان اف تي ماشي مقامره قال لك اخي علاش قلت علاش دويت على الان اف تي الان اف تيز ماشي قمر واش انا قلت الان اف تيز قمر حنا ما تنهضروش كاع حنا تنهضروا على هذاك اللي ما خداش الوقت يمشي يفهم شنو هي ان اف تي ويمشي يفهم شنو هي كريبتو هو تيليشارجا واحد لابليكاسيون فيها الكريبتو سمع الخوت كيديروا الفلوس من الكريبتو شراها وقال سيت تسنى غتولي تساوي 75 مليون دولار ويمشي مع ايلون ماسك للقمر صح ما كايناش كيتمشي ليه الفلوس اللي حط وكيرجع عند مالين الدار تيقول لهم شوفوا هاد الشجره شوفوا كيف ديروا لقاو معايا شي حل هذاك هو هذيك هي عقليه المقامر انا ما خرجتش من البريد حتى حاولت نفهم واش مني غنخرج غنطيح على رجليا ولا غنطيح واقف ولا غنطيح على كلشي وحده فيهم نهار عرفت ان السبيد بوكس كانوا فيها المشاكل قلت فاش غنخرج من هنا خصني نخرج واقف ماشي تجرني معاها وتغرقني وضعت خصني نخرج واقف دونك حاولت بلاني في الماكسيموم راه الا ما سببتيش الله ما تيعاود زعما هذه القاعده خصك دير السبب والسبب باش ديرو كيدار في شاك سكوند كل ثانيه شي دابا الا كنتي جالس في هاد اللايف وتفرجتي فيه وقطعتي وغدا في الصباح ما عاودتي تفكرتي حتى جمله تقالت فيه عندك اشكال كبير خاي كاين شي ناس تيعجبوني كنسالي اللايف تبقى تيصيفطوا لي الورقه شنو كتبوا فيها شنو نستافد واخا الا سامثينغ كريت كتعجبني كتقول راه حنا مدراسه حيت انا نقول لك الا جينا نهضروا على لي سوكري هما اللي كتلقى دابا كاينين دي سكري اللي انا كيبان لي باجيني ديال الله تيقول لك يسبب وانا معك بعدا دير انت السبب دير شي بيان سور تحرك ودابا هما تيقول لك لا راك شحال من مره تيبقى تيجوني شي ميساجات ديال شوف اخي سيمو راه ماشي كلشي غادي ينجح راه ماشي اللي طلب من الله غادي يعطيه تقول اصاحبي ما يمكنش اصاحبي واش نتوما مسلمين راه الله صاحبي راه بحال ما تمشي تطلب من الملك تمشي تطلب كاين الله عاوتاني الله خير راه ني واش علاش الله يجي وحل في شي حاجه انت طالبه كاع داكشي بالنسبه ليه شي حاجه بسيطه وانت غير الشك ديال الانسان تيقول لك راه نقدر نطلب من الله صاد هنا تبقى شوف انا نقدر ندوي على الايمان واش بغي مو مامن واش انت معانا راه غادي تطلب الله صاحبي الله راه غادي يحطها غادي يحطها شوف انا كنقول لك نهار خديت وقت باش نشوف انه هذيك الشركه الشيبي اللي انا خدام فيها كان فيها الايكوميرس والو وبدا غادي وكيطلع وغنفهم انه سي ان بيزنس جاي
موجه جايه خصنا نركبوا عليها. مني تلاحيت ليها بالحوايج البال وهذا من موراها جا السيمو كونفيرم ليا انه راه ما كنتش على خطا. اي كوميرس جاي ولكن الموجة كبيرة والموجة يعني كبيرة وانا وانت وباقى تزيد تكبر واحد 100,000 وباقى تزيد تكبر وباقى بالعكس عاد ولات دابا زوينة. ولافونتاج سيكو دابا في 2022 تبارك الله الدراري جاوبوا على بزاف الاسئلة. اما انا نهار بديتو في 2017 وهذا ما كانش الجواب على هذوك الاسئلة كاملين فهمتيني؟ لا كان كيهضر على الايكوميرس ايوه كانوا الدراري تيبارطاجيو ولكن كما قلتي ما كانوش الاجوبه كانت الهضره كاينه الايكوميرس زوينه هادشي راه فيه فلوس كذا ما كانوش لي موديل ها انت فهمتيني. ميتنو حنا وتنشكر على يو كان بزاف وحتى ملي بناو ايكو سيستيم بني على ads.ma مع ايوب وبنوا ايكو سيستيم بني على كاش بلس في البيمون وغادي يبنيو سيستيم ديال الشيبين ان شاء الله وغادي يبنيو سيستيم بني على البرودوي حيت هادي جايه ان شاء الله عام خلى لكم الاستاذ بني على البرودوي فضحوا خير راه ولا ما فضحناش انا جيت نسيها شارجور صاحبي كان محطوط غالي كنت ديتو كراني كاع ما جالس هنا دابا استعجلتي وليتي جالس هنا ورمضان كامل تولي معنا جالس هنا مرحبا بك اخي راه الله يحفظك الله يخلي الدراري كتعجبو بشحال من واحد كيجيب لنا رياضه جيت شويه رياضه دابا باش نجيب فكره خير باش تكون معنا هنا. قلت نهار الحلقه ديال زاهد حيت انا كندوي من قلبي مني كتبيتشي من قلبك وكتهضر فشي حاجه سينسير كتوشي الناس كتوصل. انا باش نرجع لك لهذيك النقطه ديال ديما كنشوف نص العامر في الكاس سيمو نهار الاول عاودوا لي عليه كنت باقي ما كنعرفوش قال لي واحد خونا باك ديال العياقه خونا تالينا داك الشيء ديال مراكنه بغا يديروا لينا في المغرب وما نستناو هذا والبوغاتي والطيارات والنواوي شوف الحد في القلب ولكن فهمتيني ولكن انا هذيك الهضره قسما بالله نقول لك كتاخذ في ودني شي جوج ثواني حيت ديما كنمشي كنقول شنو السر كاينه شي حاجه مني لقيتو كيدوي على الاي كوميرس فهمت انه ديك الموجه اللي كنت انا فاهمها راه هو ريزولطا ديالها تكونفيرمات راه تكونفيرمات راه هو ركب عليها وسالينا دونك هاد شوف نص العامر في الكاس خصنا نترينيو عليها تجيب لونطريمو صراحه حيت الا ما ترينيتيش على تشوف نص العامر في الكاس في والديك في لونطوراج ديالك في دارك داكشي اللي بيني فيك ما عمرك غديتيكتي لوبورتونيتي حيت بحال كتشوف داكشي اللي داير بك راه هو اللي فيه لوبورتونيتي راه حنا تنقولوا راه حدا جنابك ولكن انت داير نظاظر الشمس ديال طه حسين كتشوف حتى شي حاجه لا ومركزي مع راه ما كايناش واجب ما كايناش واجب ما كايناش واخا شنو اللي كاين راه ما كايناش متفقين دونك النص العامر في الكاس خاصك تبروغرامي راسك تعرفو ملي غتشوف راسك عندك شي حويجات وباينين لك وزوينين شويه كيبان لك راه ناس اخرين يقدروا يعجبوهم ملي كيولي بان لك هذوك الناس اخرين يقدروا يعجبوهم تما كتبدا الفكر تما كيديماري البروجي دونك في الاخر اتس اباوت مايند سيت في الاول طريقه التفكير ديالك طريقه التفكير ديالك خصها تكون ايجابيه خصك تكون كتريني على تتريني براسك على التعلم كتريني براسك انك تحيد لي فرونتيير انا قلت هذا السيمو داك النهار راه كل واحد فينا فاش كيجي يشوف شي حاجه بعينيه راه ما كيشوفهاش بهكا ما كاين والو بينه وبينه راه كلنا شي بحال شديتي يدك ودرتيها قدام عينيك وباغي نشوف في الغيسان ما غنشوفوش مزيان ما غنشوفوش حقيقه علاش حيت هذه يدي هذه اللي كتشوفها قدامي هذه التربيه ديالي وهذا الدين ديالي والثقافه ديالي وهذا المشاكل اللي دزت منهم وتنصبت اللي وقعت ليا في الحياه وهذا العنب اللي ما صدقش ليا وهذا فهمتي بزاف ديال لي فيلتر عندي اللي حاطهم قدام عيني النهار كامل هما اللي كيخليوني نشوف خاصني اول حاجه نعيد فيهم النظار خاصني نبدا نحيدهم هذا بلوكاج هذا باش يلا تتضح ليا الصوره وهذه خدمه خصك ديرها على راسك سان طرافاي كديرو على راسك هي صافي ماشي ساهله ولكن المهم الواحد تنقول غير الواحد يعرف ان كاين عنده مشكل كاين عندي مشكل دونك اجي نبدا خايبه تقول لك انا عارف فاهم
كان ما عندك مد. شوف راه قالها قالها لشقر داك النهار خصك تعيق بالمعادله وتقلبها. تعيق هو الاول باللي كاينه واحد المعادله وعاد تقلبها. ما تنو حنا جينا وقلنا 2022 الله يخرجها بسلام. امين اللهم يخرجها بسلام. حيت حنا بغينا نسهلوا الحياه على الناس كاملين اللي بغاو يتلونصاو في الاي كوميرس وبغاو يديروا البيزنس اونلاين. البارح غير لونصينا فكره لونصاوها الدراري على يوكن باي الله يعطيهم الصحه شيبين حتى هو يلاه لونصينا غير الفكره ديالو. ولكن زعما انا في قراره نفسي حيت انا داخل في الديتاي وعارفكم الدراري شنو كديروا كنقول لكم غنريبو لا لا غنرونو شعارونا اشنو ما بغاش يقول لك النافذه من بيت الديوار غنرونو لا والله الا خير لدرجه كنا كنقول انا والغيساني خاص من بعد تلقانا كبار في عمرنا واحد 46 عام وغادي نحلوا شي هولدين سميتها نرونو شوف نرونو هي ضات مين راديكال تشينج شنو كنسميوها ديسربشن ياك خير شكر يعني ما تبقاش غادي بداك الموديل العادي اللي صافي كلشي ولفو كلشي. شوف حيت ملي كتلقى واحد الدومين 70 عام ولا 80 عام باقي حاكم واحد القانون التاريخ اللي فيه 1923 صافي دير كاينه اون اوبورتونيتي من واحد ما يقولش واه تا صاحبي هاد الشاشة الروينه هادي واخا دوز اخويا قد عليه. قلنا انا شفتها معاك قبيله قريناها في لي كومونتير. حنا فاش كنهضروا على الاداره وكنقولوا وانا خير مثال ملي دويت لكم على بريد المغرب كشخص ملي هضرنا على الاداره فاش كنا كنقولوا الموظف تيغاليزي ولا هذا وغي ميكانيك وباد اكسبيرينس وتجربه خايبه وهذا راه ما كنحكموش على الاداره. حنا كنعطيو غير البيرسيبشن ديالنا اكسبيريونس دوزناها تما وهادشي اللي عطاش. اما حنا ما تنحكموش عليها تنقولوا خايبه ما ولا هذا. حنا تنقولوا غير ملي دوينا لا حنا اللي دوينا كاع تندوب واحد النيه زوينه ديال بغينا تخرج. حنا ماشي داك خونا اللي مرياح وتبدا تيهز الحجر وتيهز تمشي على حقيتاش هذاك عاوتاني تيكون باب واخا خونا خايبه واعطي شي حل. بحال البارح قلنا لي ستي العام الاول ديالها زوين العام الثاني ديالها يا خاصي شونج ما قلناش التجربه التجربه عند التجربه كاملين. وهذا الشيء ما راه حنا تهضرنا على تقريبا 10 سنين باقي نفس لي ستوخ كيتعاود متفقين. تقول راه كون كيكون في مسائل ديال ستي ناخذ كل شيء يكون 5% ديال التغيير كل عام راه كنكونوا تبدلنا كاملين غيكون كلشي تبدل. وهذا التغيير ما تيحتاجش شي حاجه اكسترا اوردينا. التغيير تيحتاج غير نشوفوا هاد السيده اللي تنخرجوا من ستي نهضروا على البارتي ديالنا حنا اللي هي الديفلوبمون ملي تيخرج من الدومين المارشي واش داكشي اللي قريناه في ستي تينفعوا ما تحتاجش حاجه اكسترا اوردينا. حنا تنقولوا باقي تنعاودوها راه لايس بي مثلا اللي تنقريو في الديفلوبمون ديال ستي راه ملي تتخرج تلقى نقدر نقول واحد باش ما اكزاجي باش ما نقدر نقول 10 الشركات ولكن راه 1000 شركه باغا البي اش بي. علاش ما تقريش البي اش بي؟ لا لا واحد السيد البارح كتب لي اخويا السيمو حنا راه كنقراو دابا البي اش بي البارح وفرحت والله تفرح. انا راه حنا قرينا غير ديك القرايه كتفرق راه لايس بي كتقرا فيه واحد السيمو راه هو دي موديل بي اش بي كيجي الفاكاتير تيقول لك راه كاين واحد لا لا هذا كتب لي ميساج قال لي اخويا السيمو هذا العام هذا راه راه اللي قبل منا ما قراوش البي اش بي هذا العام ركزوا لنا على البي اش بي والحمد لله. والله الا انا قريت شوف اخر ميساج قريت البارح قبل ما نعس ونعست فرحان قلت الحمد لله. كنت تقول علاش هاد الروضه هادشي راه لا وتتمنى تكون في ليستيات كاملين ماشي شي 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 لا واش علاش هاد الروضه؟ شوف حنا دابا كنقرا في 2022 عاد كنقريو نقولوا هاد الباك اللي طالعه هي اللي كتقرا بي اش بي. هادشي كان خصو يديماري المينيموم مينيموم في 2015 شوف حنا ماشي مساله ضروريه كاين في البقريت دابا ولات انديسبونسابل. واخا تقرا في البقريت دابا ولات انديسبونسابل
ما كاين لي زيكول هذا غتاخذوا منهم لي باز. شوف انا من بعد خصك انت تكمل انت. انا شنو فهمت زعما في هذا الاكسبيريونس ديالي اللي كنبارطاجي مع الدراري اليوم هو انه ببساطه كاين واحد النظام سميتو الدوله خدام. هذيك الدوله خصها موظفين بزاف القطاعات باش توفر لراسها هذيك الطاقه العامله. دارت مدارس، هذيك المدارس ولات كتخرج ليها دراري كيخدموا عندها حيت عند بيزوان ديالها هي محتاجاهم، ولكن حيت كاين ليكسيدو تتاليمونطي به البريفي هاكو انا كنفور. ولكن المايند سيت الاول ديال الفورماسيون راه هو انا كنفورميك باش تدخل مستخدم، تنوريك التسيير ما تنوريكش كيفاش دير الفلوس، ما كنوريكش كيفاش كيديروا الفلوس، ما كنوريكش كيفاش دير مشروع ناجح، ما تنقريكش كيفاش تنيغوسي لي ديت ديالك. على انا قراوني في المدرسه سير عند الفورنيسور وقول له الله يرحم بالوالدين قسم عليا على 6 شهور، ما قراوهاش ليا، ما قراونيش النيغوسياسيون كيفاش دير في ان كونتكست ديفيسيل ديال الشركه. كيوريوك هما باسكو سي لو بوزوان ديالهم في الاطار الاداري ديالهم كيفورميو الناس كيديروا التسيير، كيديروا التجاره، كيديروا الماركتينغ لي بوزوان ديالهم. والناس اللي بغاو البريفي حتى البريفي كيفورميو ليه، حيت ما يقولوش لكل شركه سيري ديري مدراستك وفورمي الناس اللي يخدموا عندك. دونك الدوله هي اللي واخده هاد لابار، ودابا البريفي حتى هو ولا كيديرها. صافي دير كو الا كان عندك ان اوبجيكتيف من غير داك البروفايلين ديال المستخدم اللي غتمشي تخدم عند شركه، الا ما خدمتيش على راسك ودرتي لوطو فورماسيون في 2022 ما كاين والو. علاش؟ حيت ما عندك ما تبيع. اجوردي ما كتبيعش ان سي في فيه سطوره، كتبيع ان سيرفيس. شي انا قسما بالله دابا في 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 في, في جو بلس اكسبريس ولا في كاش بلس كندوز لي زونتروتيان، اقسم لك بالله الا ما كاينش شي سي في قريتو كامل، ما عمري قريت السي في كاع تقريبا. كيدخل عندي السيد حيت انا دوزت لي زونتروتيان عارف كي كيتعاملوا معايا فيهم، اقسم لك بالله الا كيدخل عندي الكونديدا كيقول لي السي في تنقول له حطو تما، تنقول له انا خوك رضا حنا جالسين في قهوه دابا عاود لي نذاكروا على راسك مزيان وتنهضروا تنهضروا خوت. كيقول لي انا كنت هنا كما انا كنعاود دابا، هادو هما لي زونتروتيان ديالي. اقسم لك بالله الا كاينين ديزاج خديتهم من شركات ماني طونسيونير كان كيشد سميك ورد وخديته على ود الاتخ ديالو ماشي السافوار سافوار فير، خديته على السافوار اتخ على شكون هو والشخصيه ديالو. خلا البارح رافع المهم الخفه، اما الصنعه ملحوقه ملحوقه. والله انا متبتها عندي ناس اللي خديتهم اجون وخدموا معايا وحتكوا معايا وتركريتو في شركات اخرين 9000 10000 درهم الوغ كو السي في ديالو ما فيه والو، ولكن باغي يتعلم عنده شي حاجه مطلوبه. اما تجيب لي السي في فيه سطوره انا جيومتريز اس كيو ال وهذا وهذا ما كيهمنيش، كنقول له حط السي في ذاكره حنا في القهوه بغيتي ما نجلسوش في البيرو نهبطوا لتحت. كاين دي زونتروتيان كندوزهم بكاسكيطه وبنادم كيبوغي علاش كيحسب له لونتروتيان هو غندخل غنلقى واحد جالس في البيرو من هنايا ودير كرافطه وانا نجلس من ليه وغندير ربع رجيلاتي وغندير لي يدي بحال هكا غادي يجي ديك الغيساني لابسها هكا فهمتيني. ما بقاتش هذه هي الخدمه. الخدمه تبدلات. علاش؟ شوف كاينين دول مبنيين على ليكونومي ديت، مبنيين على النظام ديال التسلاف. كاينين جوج لي موديل في العالم، كاينه ايكونومي فالور ايكونومي ديت. الشينوا ايكونومي فالور كنكريو لا فالور هي باش كنطور، وكاينين دي زيكونومي واحد اخرين كيتسلفوا ويدوروا الحركه ويعاودوا يتسلفوا ويعاودوا يدوروا الحركه باش حتى شي فيجن باش ردوا السلف. مي اش كيكرييو كون فالور ما كاين والو. حنا اجوردي في المغرب كنقولوا عندنا دراري الا لقاو لوينر بروداكت كيجي من الشينوا اوني كابابل نصنعوه في المغرب. عندنا حي صناعي في سلاف عين في تابريكس، عندنا حي صناعي في حي الرحمه كلهم قالوا زينات ديالهم سدوا. واش هذاك لوزين اللي سد ما قادرينش الدراري ديالنا حنا يصاوبوا فيه هذيك اللعيبه اللي كيدير يشدوا فيها التليفون في الطوموبيل غنشريوها حنا من علي بابا شرينا فهمتيني. واش حنا ما نقدوش نصايبوها؟ ما نصايبوش هذاك البرودوي اللي كتجي تحط فيه كتدخل مع الباب تحلو
كنت لقاه تما كتحط فيه السوارت والتليفون وما شنو لا الصباب واش فهمتيني الصباب عندنا كاباسيتي كنقول لك انا الحي الصناعي ديال حي الرحمه راه الوزينات ديالو كاملين وقيلا سدوا الا بقيت عاقل ديال تابريك طرطرق وزينات دي متر كاري فهمتي دابا هاد الشيء كان معتمد على التكستيل على التكستيل الور كو حنا اوزوردي عندنا شباب قادر يعاود يبدا تنقولوا مال نتوما الدراري ركب هاد الموجه ديال التكستيل هو عليها الناس ولكن ما يمكنش تبقى خدامه واش قرب الى كون دوك لي زينات ديال التكستيل مشاو للاي كوميرس والله حتى كان والله حتى كان تجي كاباسيتي موجوده وعندك ناس باغيين يخدموا وناس مفورمين وناس خاصهم غير يشوفوا صافي ناس خير اذا راه غيمشي ملي صافي صافي شوف غادي نسالوا اللايف هنايا الخوت تبارك الله عليكم التوفيق لكم صافي شوف غنطلقوا لهم لي كومونتير 8 دقائق معلم ولكن الصراحه كانت لا والله لا شو اخي بيان سور راه شي راه نسيت انا كاع راه الوقت درت انت قلتي الدراري خصنا ساعه الدرس اليوم الحد راه جمعوا غدا الاثنين معلم انت اخي قراو لنا التعليقات الدراري من عندكم انا راه انا فهمتي قال لك ناضي اخي ويلا راه جاتي كونفيرم زعما نقول على رضا ناضي الله الله عليكم الله الشباب الله يحفظكم الشباب غدا غدا شكوا غدا عبد الرزاق ان شاء الله الدراري حتى غدا خصنا نصف انا الدراري خصكم تجيو كاملين لا حيت هو كيجي كيجيب معاه السي الاحمر كيجي كيجيب معاه السي الاحمر حتى هو تيجيب معاه شي دري صاحب ولا شي حاجه غدا سكسس ستوري قول غدا غدا جايز غدا سكسس الدراري شكرا بزاف استفدنا الحمد لله خا شو اللي كنقلبوا على الناس بزاف ديال الافكار الله يرحمه الله يلاه خير جوج ديال المليار غدا تجي عاودنا القصه ديالو كيفاش بدا ملي جاب الانفستور جابو من دول اسيا انا خاي ديما مامن ديال دول اسيا اي دونت نو المهم خاي ديما نعرف في اسيا بغيتي ما تضيعش وقتك تطلع للفوق ولا هكا شوف حيت اسيا تيوريوك الطريق اما الموديل ديال الغرب تيقول لك هذه راه عمليه سحريه تيقول لك راه مارفل تيقول لك ما اما الاخرين كيعطيوك كيف كتعلم من عندهم الاسيويين كتعلم كيعطيوك دي مارك ضربنا ضربنا الصاميين عشان نتفضل كل نهار كنعرفوا ناس واعرين جداد اخي راه كنجيب لهم النودره ما كاينش شي واحد دابا الشكر ما عمره ما بان الشكر راه اول ستوري غادي يدير في حياته غادي يهز الكاميرا ويقول يو جايز راه غادي ندوز مع السي راه يلاه درت في انستغرام واللي مورا جبت واحد ما عمره دار فيسبوك واحد ما عندوش انستغرام كاع ما عندوش انستغرام الله يحلو السوشيال ميديا قال الله حلي انستغرام والباب الشكر ما عمره دار ستوري كاع ديال يو جايز غادي نبان مع السي مورا في الدراير والبارح والبارح اول مره تيبان انا نقول لك واحد القضيه انا عاوتاني في هذوك نص الخاوي الكاس اللي كنهضروا عليه كانوا كنت كنسمع كيقولوا لي السيمو ولا راه ما كيطلعش معاه الدراري على ود حيتاش وكيقول غيبان معايا غيطلع غيبان معايا غيطلع هذا كيفاش زعما زعما انت الا بنت انا حداك دابا رضا انا راه غادي نولي لا نقول لك اخي باش نكونوا ريال باش نكونوا ريال ما كنطلعش معايا اي واحد تيبيع الطوارئ دابا هما تيجيوش سامتام تقول لي انا قلت له هذاك الشيء لا لا نقول له اخي واحد الاكسبيريونس اللي عشنا انا والغيساني كنت صورت واحد الانترفيو مع واحد السيد صديق الى يومنا هذا صاحبي كدوا انا وياه بخير مشى باع دوره صور قبل من الانترفيو صورنا الانترفيو مراه بسيمانه باع دوره انا باقي ما نشرتش داك الانترفيو صوره صاحبي لانه تعرفوه صاحبنا وتعرفوه راه صاحب الغيساني كانوا كيجيو عندنا البيرو القديم في حسان تقول تيو انا ما تنكونش لاكثر تيكون غيساني تلقاو الناس كيتسناو تقول لي عافاك قول فلان رد لنا فلوسنا عافاك راه انا تسلفت دونك علاش اخي غادي نطلع معايا واحد تيبع الطوارئ غادي يدير لي شي مشاكل انت طلعتي معاك واحد عنده امي امي واحد امي انا من الناس اللي سي معاهم باش بانوا فلوس لا
بيان سير ايوب ايوب اللي قلت له واحد الانستغرام ديالك اللي درتو هادي يومين قول لهم قول لهم شنو الانستغرام اللي درتو هادي يومين راه كتقول مادام كتبيه كتبيه لا 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 مادام كتفرج ايوب الدراري نصيحه اللي نصحتو ايوب بان معايا وبالعكس اخي انا خيي فخور بيه حاجه اخرى قلت له الله يرحم ليك الوالدي ما عمرت فكرت بيع شي دوره انا كاكزومبل بعت دوره في 2012 درت ليه بزاف المشاكل رديت للناس فلوسهم قلت لهم خذ سمحوا لي الى يومنا هذا دير لنا اخويا سيمو دوره فابور هكا لا بغينا شي دوره بالفلوس لا اخويا اسمح لي غير انا اللي قلت لك انا غير كنقول للناس بلي سيمو راه كيطلع مع اي واحد الى عنده فالور صافي وماشي ما كاين حتى تكون القصه ديالو تشاكل بيان سور هادي مهمه خويا انا نجيب لك لي زاتيستاسيون دو طرافاي لا 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 حنا تندويو انا واش تندوش على السيره الذاتيه كندوي على الريزلت تشاكل انت اخي تبارك الله عليك صاحبي حنا ديك النهار انا صدمتيني من جديتي لنا السبوره والستيلو تدي لنا الراق راق 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 تنسهل لا والله الا اخي تبارك الله عليك اخي راه البريد بانك البريد البريد بان البريد امانه البريد ديال الارساليات خديت اخي منه العلم بيان سور والله ما نساه شي دري تيقول لك عطاهم شي ريكومونداسيون ديال الكتب اللي قريتهم وانسبيرو بزاف خويا الكتب اللي قريتهم وانسبيروني بزاف اول واحد قريته انا باقي صغير هو اللي اثر فيا بزاف هو هذاك الاب الغني والاب الفقير هذاك بديت فيه حيت هذاك بحال كتسميه بريمان حيت دابا اللي غادي يبدا عادي يبدا يقرا الى صيفطتي كتب كبار هذاك اللي منعك ما تاخذش كريت بيان سور الى قريتي كتب كبار النيفو ديالهم طالع ما غتربحش بحال غتحرق لي زيطا خاصك تبدا بكتوبه الليفل ديالهم باين تقدر تفهمهم كيشرحوا لك بحال هذاك بحال اللي قلت قبيله لي ديزابيتود ديال ستيفن كوفي ديال هذا بيغيش بير بوفغ كاين خويا اللي جيت نعاود لك اللي قريت بزاف المهم اخيت انا كنصح بهذا الاب الغني الاب الفقير زعما حيت هذاك هو البيت الاول قرا هذا هو الاول شي يعاود يبروغرامي لك عقلك يتوب بزاف الناس كيطلبوا لك سي لي لايف ممكن نقولوا ماشي شوف اجي نديروا الدراري برايفيت تلقاو هذا اللايف هذا بارطاجي نهار الثلاث دابا على حقيقه باقي تابعني الحلقه ديالك اخي شكرا بارطاجيها غدا راه لقيتها دوش فضائيين لا 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 ريكوفري لا حيت عندنا حتى حنا الباك لا لا مستاهلين الفضائيين عرفتي معنا شحال واحد مستاهلين الفضائيين والله يقول لهم يجي عرفتي واحد صوره صاحبي اللايف عرفتي ملي قلت لك النهار مشى شحال ملي لقيت من واحد خويا هو خويا انا حطيتو في يوتيوب خويا انا حطيتو لك في فيسبوك فهمتي على الشيء دوز اخي خيساني من الصغر حيد لها البراند دوز لهنا حيد لها البراند كاين الحلقات الشكر تابعه الحلقه ديال يونس تابعه الحلقه ديال يعني الحلقه غدا في اليوتيوب غادي نحطوا الحلقه ديال الشكر وبعدها عاوتاني في اليوتيوب غادي نحطوا الحلقه ديال يونس وبعدها يعني 2 3 لا 4 اخر تحط الحلقه ديالك مع 12 ديال الصباح الثلاثه اللي 27 يكون ميزان الحسنات محلول صافي لا دابا ودابا والحسنات كيدخلوا يلا الشباب والله ما سخينا بكم تبارك الله عليكم الدراري حتى تكون الحلقه ناضيه اليوم كانت شوف تعرفنا باللايفات الناضيين الدراري في هذا رمضان وما كاين غير النضاع الدراري والكونسيستنسي ياك الجوقه الدراري حتى خاصنا الجوقه وجيبوا الطبلات القهوه الله يعزكم الشباب التوفيق لكم كاملين الله يعزكم الله يحفظكم والله ما كنسخاو بكم حتى حنايا قالك واحد اي ام ذا نيكست تريليونير ريمان برمي الله يوفقك اختي اخي ولا احتاجيتينا حنا كاينين الله يعزكم الشباب التوفيق لكم تعلمت بزاف منكم تحيه لكم من الجزائر طب شو اخي جميل جزائريين تندوو لا بيان عقلتي على شوف الدراري اللي عاشوا معنا في الطيرون جزائريين صرا تيريحو تندوو نفس اللونغاج وانا قلت لكم فاش دخلت كيفاش دخلت للسبيد بوكس راه عن طريق صديق جزائري الله يعمر ليه الدار اخي اللهم بارك اللهم بارك جايز طلعوا لنا فراسكم تبارك الله عليكم بالتوفيق ليكم